الرحيم. هنبدأ موضوعنا النهارده عن النون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت. انا الدكتور محمد عبد العاطي. احنا النهارده هنتكلم في موضوعنا عن ثلاث نقط اساسيه ان شاء الله. رقم واحد هو واي نون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت، ليه احنا اصلا فكرنا في النون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت، ايه المشكله في الانفيسيف سبورت. الحاجه الثانيه، ايه هي المودز اوف نون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت. هنتكلم على السيباب الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، هنتكلم على النيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن ان اي بي بي في، هنتكلم على الباي باب اللي هو الباي ليفل في باب والهاي فلو نيزل كانيولا، وطبعا اللو فلو نيزل كانيولا. هنجيب سيره النون انفيسيف نافا، تمام، اللي هو نيورالي ادجستد فنتيليتور اسيست، والنون انفيسيف هاي فريكوانسي فنتيليشن. واخر نقطه هنتكلم عنها هي البراكتيكال ابلكيشن للكلام اللي احنا هنقوله ده ان شاء الله. فاول نقطه هو واي نون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت، ايه هي المشاكل بتاعه الانفيسيف علشان نفكر في النون انفيسيف. اول حاجه الفنتيليتور اسوشيتد لانج انجري، تمام، احنا لما نستخدم النون انفيسيف هنقلل الفنتيليتور اسوشيتد لانج انجري. الحاجه الثانيه هنقلل السيستميك كومبليكيشنز اوف انتيوبيشن، هنقلل اللوكال كومبليكيشنز اوف انتيوبيشن، و هنقلل الفنتيليتور اسوشيتد نيومونيا. ايه هي الفنتيليتور اسوشيتد لانج انجري؟ ليه البيبي اللي محطوط على ميكانيكال فنتيليشن ممكن يحصل له لانج انجري؟ ايه الانجري اللي ممكن تحصل وليه؟ الفوليوم اللي احنا بنديه ممكن يعمل انجري لللانج. الاوفر ديستنشن لما ندي فوليوم عالي بيحصل حاجه اسمها الفوليو تروما، وديت من اكتر الحاجات اللي بتعمل انجري لللانج. البارو تروما طبعا كلنا برضو عارفين، وكلنا بريشر مايندد في الفنتيليتور، دايما بنفكر في البريشر، وممكن البيبي يفرقع، ممكن يحصل نيوموديستاينم، نيوموثوركس او غيره، تمام، البارو تروما. بس اكشوالي احنا عندنا حاجات كتير ممكن تعمل انجري في اللانج للبيبي اللي على الفنتيليتور. الاتيليكتاتو تروما هي عكس تقريبا البارو تروما، ان لو انت مش مدي سيباب بصوره كفايه، ما انتش عامل بروبر ريكروتمنت لللانج، فكل شويه الالفيولا يحصل لها كولابس، وبعدين تتنفخ ويحصل لها كولابس، فيحصل الشيرنج فورسز ديت بتعمل تروما برضو في الالفيولاي. البايوتروما ليه؟ لان الميكانيكال فنتيليشن ده ما يعتبر حاجه اجينست الفسيولوجي، عكس الفسيولوجي الطبيعي بتاع الانسان، تمام، لان احنا بندي بوزيتيف بريشر، الطبيعي النفس الطبيعي بيبقى نيجاتيف بريشر، فالبايوتروما بتطلع انفلاماتوري ميدييتورز وحاجات يعني كده او كده ما نقدرش نتجنبها، بس نقدر نقللها، تمام، زي ما هنشوف كمان شويه ان شاء الله. والاكسجين توكسيك افكت، الاكسجين زي ما احنا عارفين ده از ا دراج، فالاكسجين له طبعا سايد افكتس، منها طبعا ممكن يعمل لانج توكسيسيتي، ممكن يعمل ريتينوباثي اوف بريماتوريتي، والهاي اكسجين برضو ممكن ياثر على الكلى، ممكن ياثر على القلب، ممكن يأثر على السي ام اس، يعني الاكسجين برضو ما هوش موضوع بسيط. فديت الفنتيليتور اسوشيتد لانج انجري ممكن تحصل بيه الميكانيزمز دي كلها. بعد كده افويد سيستميك كومبليكيشنز اوف انتيوبيشن، ايه هي السيستميك كومبليكيشنز اوف انتيوبيشن؟ احنا لما نحط البيبي على الميكانيكال فنتيليشن او نحط الطفل على الميكانيكال فنتيليشن وندي بريشر، البريشر ده زي ما احنا قلنا اجينست الفسيولوجي، خلاص، بوزيتيف بريشر عكس النيجاتيف بريشر اللي هو الطبيعي بيحصل، فده اجينست الفسيولوجي، فممكن يحصل فنتيليتور اسوشيتد لانج انجري، وممكن يحصل ايه البايوتروما اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. لو مديين بريشرز عاليه ان ابروبريتلي هاي، ممكن يحصل نيوموثوركس ويحصل نيوموميدياستاين، تمام، في اللانج يحصل نيوموثوركس ونيوموميدياستاين. البريشرز العاليه دي طبعا برضو ممكن تاثر على الهارت، ممكن تقلل لك الايه الكاردياك اوتبوت والارتيريال اوكسجين ديليفري والاورجان بيرفيوجن، تمام، يبقى ممكن برضو يحصل هايبو تنشن وهايبو بيرفيوجن للاورجان نتيجه البريشرز العاليه اللي انت مديها، والقلب المفروض ان هو ما كانش فيه مشكله. ممكن يحصل فنتيليتور اسوشيتد نيومونيا، تمام، وديت برضو نسبه ما هيش قليله اللي ممكن يحصل مع الاطفال اللي على الميكانيكال فنتيليشن، ممكن يحصل لهم الفاب. وبعد كده عندنا طبعا الفاب ممكن برضو يدخلنا في السيبسيس والاس اي ار اس، وفي الاخر ممكن يحصل مالتيبل اورجان سيستم فيلير. يبقى ديت من السيستميك كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الانتيوبيشن. طيب اللوكال كومبليكيشنز اوف انتيوبيشن ايه؟ الانتيوبيشن نفسها عمليه انفيسيف، ممكن يحصل انجري ليه في الاورال،
او فارنجيال، ممكن يحصل سب جلوتيك ستينوزز، ممكن يحصل تراكيال انجريز او فوكال كورد انجريز، تمام، خصوصا مع البرولونجد انتيوبيشن، تمام، لما البيبي يقعد فتره طويله على الميكانيكال فنتيليشن، فممكن يبقى يحصل تراكيوماليشيا او سب جلوتيك ستينوزز او انجريز، ويبقى الاكستيوبيشن اصعب بكتير. الافويد الفنتيليتور اسوشيتد نيومونيا تقريبا ربع الاطفال او الكريتيكالي ايل بيشنتس ممكن يحصل لهم الفنتيليتور اسوشيتد نيومونيا، و86% من النوزوكوميال نيومونياز اسوشيتد ويذ ميكانيكال فنتيليشن، فنسبه ما هيش قليله نقدر نتجنبها لو ما حطيناش البيبي على الميكانيكال فنتيليشن اف بوسيبل. سو البيست واي to decrease the complications of invasive mechanical ventilation is to minimize the patient's exposure للميكانيكال فنتيليشن. لو نقدر اللي احنا ما نحطش البيبي على ميكانيكال فنتيليشن يبقى ما نحطوش. طب لو حطيناه يبقى نحطه على يعني اقل فتره ممكنه، نحاول نشيله بسرعه على قد ما نقدر. طيب when should we start thinking of extubation of an intubated patient؟ زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، احنا حطينا عملنا intubation للبيبي، حطيناه على ميكانيكال فنتيليشن لاي سبب، امتى نبدا نفكر اللي احنا نشيل البيبي ده من على الجهاز؟ المفروض ان احنا نبدا نفكر في كده immediately after intubation. اول ما نعمل intubation المفروض ان احنا في بالنا امتى هنشيل البيبي او الطفل ده من على الجهاز. طيب في الاستادي دي طبعا هما كانوا عاملينها على البري تيرم لامز علشان يورونا الفرق ما بين البيبي الفنتيليتد واللي على نون انفيسيف هنا على سباب واللي نون فنتيليتد خالص. فهنا 4 نون فنتيليتد وخمسة ميكانيكالي فنتيليتد وستة على السيباب. هنشوف الفرق هنا في البي اتش، ده في الاطفال اللي محطوطين على السيباب هنلاقي ان البي اتش يعني سلايتلي لوور ذان ذا الايه البي اتش بتاع الجروب اللي على الفنتيليشن، بس ستيل في النورمال اكسبتد ايه رينج 7.2 من 10 لغايه تقريبا 7.28 او حاجه زي كده. اللي على الفنتيليشن البي اتش بتاعته اعلى من كده، بس الثاني برضو في الاكسبتد رينج. نفس النظام بالنسبه للكربون دايوكسيد تنشن، الكربون دايوكسيد تنشن في البيبيز اللي هم على السيباب اعلى من البيبيز اللي هم على الميكانيكال فنتيليشن، بس برضو ستيل الكربون دايوكسيد تنشن في السيباب جروب في الليفل الاكسبتد. الفوليوم اللي داخل ليه البيبيز على النون انفيسيف اللي هنا ممثل في السيباب برضو اكسبتد جدا. خلاص يبقى هل النون انفيسيف هل هو effective ولا non-effective؟ لا effective. خلاص طيب النقطة الثانية الايه الانفلاماتوري ميدياتورز او الانديكيتورز اوف لانج انجري. تمام هنا هنشوف ان الليمفوسايتس والمونوسايتس تقريبا في الفنتيليتد وفي النون فنتيليتد او النون اللي على نون انفيسيف تقريبا زي بعض الليمفوسايتس والمونوسايتس، بس نشوف النيوتروفيلز الفرق هنا كبير قد ايه، not detected خالص في البيبيز اللي هم مش على ميكانيكال فنتيليشن، وطبعا على اللي على ميكانيكال فنتيليشن هي الاعلى زي ما هو واضح، والنسبه اقل بكتير في النون انفيسيف. الاتش 2O2 برضو زي ما احنا شايفين كده الايه الفنتيليتد جروب هم الاعلى، ونفس النظام هنا في الانفلاماتوري ميدياتورز كلها تقريبا الانترلوكينز زي ما احنا شايفين ال1 بيتا وال6 وال8 كلهم في الميكانيكال فنتيليتد جروب اعلى من على السباب. يعني السباب برضو بيبقى مش زي النورمال اكيد تمام، بس السباب اقل، فاحنا عايزين نقلل التعرض البيبي للانجري تمام بالنون انفيسيف. طيب هنا الاستادي ديت بتقول لك ان الايه ان الكرونيك لانج ديزيز اسوسييتد وذ بابل سيباب اقل، ان البابل سيباب اليوز اوف بابل سيباب ريزلتس ان سيجنيفيكانت ديكريس في اليوز اوف كونفنشنال فنتيليشن والريسك فور كرونيك لانج ديزيز والنيد فور سيداتيف ميديكيشن. خلاص يبقى من كل الجوانب اليوز اوف نون انفيسيف مفيد، خلاص الايه الانفلاماتوري ميدياتورز اقل والانديكيتورز بتاعت اللانج انجري اقل، وكمان الاوتكم بتاعها احسن. الكرونيك لانج ديزيز اللي هو يعني الورست اوتكم بالنسبه لبيبي كان بري تيرم على ميكانيكال فنتيليشن هو الورست اوتكم بتاع الكرونيك لانج ديزيز، فالجروب اللي هو على نون انفيسيف الكرونيك لانج ديزيز اقل من الايه من الانفيسيف جروب. خلاص هنا طبعا زي احنا شايفين اللينث اوف ستي هنلاقي هنا الكنترول اللي هو الفنتيليتد بيبيز اكتر من النون فنتيليتد بيبيز. نفس النظام الكرونيك لانج ديزيز ايشو هنا 30% تقريبا هنا 4%، شايفين الفرق كبير ازاي، والانترا فنتريكولار هيموريج تمام 20% مقابل تقريبا 11%، يعني البي فاليو شويه عاليه، بس يعني بوجه عام طبعا الايه النون انفيسيف اقل كومبليكيشنز بكتير من الانفيسيف وي افكتيف مش نوت افكتيف. طيب احنا كده خلصنا بسرعه اول نقطه في موضوعنا النهارده اللي هي
why non-invasive respiratory support. ليه فكرنا في non-invasive؟ بعد كده هنتكلم إن شاء الله على المودز of non-invasive respiratory support. طيب قبلها بس هنعمل عايزين منكم بس تشاركوا معنا إيه المودز اللي أنتوا بتستخدموها في الوحدة اللي أنتوا شغالين فيها. هل بتستخدموا CPAP non-invasive اللي هو النيزل intermittent positive pressure ventilation الهاي فريكوانسي تمام النيزل هاي فريكوانسي او الهاي فلو او بتستخدموا حاجه من الحاجات دي يا ريت بس تشاركوا معانا وطبعا ما فيش اي اجابه صح وغلط تمام احنا بنتكلم كلام عام طيب طبعا زي ما احنا شايفين هنا ان السباب تقريبا يعني 50% مننا بيستخدم السباب في ناس بتستخدم النون انفيسيف اللي هو النيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن مع السباب وفي ناس كمان طبعا بتستخدم الهاي فلو نيزل كان طيب خلينا نكمل هنشوف هنا المودز اوف ميكانيكال نون انفيسيف في الدياجرام دوت كل المودز ديت المودز بتاعه النون انفيسيف فنتيلاتوري سبورت كلها على بعضها خلاص بنقسمها لمجموعتين الكونستانت اير واي بريشر والفاريبل اير واي بريشر كونستانت اير واي بريشر احنا بندي بريشر ثابت في السيركت على طول ده بيتقسم للنيزل كانيولا بالنوعين بتوعها اللي هم اللو فلو والهاي فلو نيزل كانيولا والسي باب برضه بنقسمه لحاجتين كونستانت فلو وفاريبل فلو الكونستانت فلو ممكن يبقى عن طريق الكونفنشنال او البابل سيباب هنتكلم عن الحاجات دي دلوقتي ان شاء الله بسرعه الفاريبل اير واي بريشر اللي هو نون انفيسيف اللي هو النيزل اي بي بي في الان اي بي بي في او النيزل سينكرونايزد اي بي بي في ممكن يبقى النيزل باي باب تمام او النيزل هاي فلو هاي فريكوانسي فنتيليشن طيب هنا في السيرفي ده في كندا خلاص كانوا شايفين 28 سنتر تيرشري ان اي سي يو وشايفين هم بيستخدموا ايه من النون انفيسيف مودز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي فزي ما احنا شايفين هم 28 مركز شاركوا من ال 30 مركز اللي هم كلموهم علشان يشاركوا معاهم 100% منهم بيستخدموا السيباب 100% من المراكز بتستخدم السيباب 90% بيستخدموا الهاي فلو نيزل كانيولا تقريبا 90% 89% الباي باب اللي هو الباي فيزيك سيباب تقريبا 80% ال NIBBV حوالي 54% والهاي فريكوانسي حوالي 18% من اليونتس بيستخدموا الهاي فريكوانسي زي ما احنا شايفين في فاريشن كبيره جدا بس نسبه اللي بيستخدموا السيباب والهاي فلو نيزل كانيولا طبعا عاليه لان ديت الحاجات دلوقتي تعتبر الايه البيزكس مش دلوقتي بصراحه من زمان في حوالي 60% من اليونتس ديت عندها اوريدي بوليسز لاستخدام النون انفيسيف وفي حوالي يعني معظمها للهاي فلو نيزل كانيولا اللوست سوري للهاي فلو نيزل كانيولا يعني اقل بوليسي بتبقى مع الهاي فلو نيزل يعني. طيب ايه هي الانديكيشنز اللي ممكن نستخدم فيها النون انفيسيف سواء السباب او غيره تقريبا احنا ممكن نستخدم النون انفيسيف في كل حاجه في كل ريسبيراتوري ديس اوردر تمام يعني طبعا محاضرتنا اساسا على النيونيت بس الكلام ده برضو كان بي ابلايد على البيديات ففي الهايلاين ميمبرين ديزيز طبعا ممكن نستخدم النون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت في الميكونيوم اسبيريشن حتى في الميكونيوم اسبيريشن سيندروم واحنا خايفين من ممكن يحصل الاير ترابنج وممكن يحصل اير ليك ونيوموثوركس وي ممكن نستخدم النون انفيسيف طبعا تمام ممكن نستخدم برضو النون انفيسيف وبيجيب نتائج ممتازه جدا ونفس الفكره البرونكيولايتس الاثنين زي بعض تمام ترانزيانت اكيبنيا مش زي بعض يعني قصدي فيهم ايه اليمنت اوف اوبستراكتيف اير واي ديزيز ترانزيانت اكيبنيا اوف نيو بورن النيومونيا الابنيا طبعا اوف بريماتوريتي اللارينجو تراكيو ماليشيا خلاص وده سواء كان كونجينيتال حاجه كونجينيتال او حاجه اكوايرد تمام بعد ما البيبي كان على ميكانيكال فنتيليشن لفتره طويله او البوست اكستيوبيشن طيب هنبدا نتكلم على اول نوع اللي هو السيباب السيباب طبعا اختصار الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر الفكره في ايه الفكره اللي احنا بندي بريشر على طول في السيركت اللي البيبي بيتنفس فيها البريشر ده بيساوي ايه بيساوي حاجتين فلو بريزيستنس والسيركت ده طبعا دايجرام للبابل سيباب البابل سيباب اعتقد يعني معظمنا بيستخدمه عباره عن ايه عباره عن فلو سورس الفلو ده اير واكسجين خلاص يعني ممكن يبقى اير ممكن يبقى اكسجين خلاص او طبعا لازم يبقى فيه الاثنين في هنا اكسجين بلندر الفلو بتاعنا بيبقى من 4 ل 8 لتر بعدين عندنا انسبيراتوري ليمب رايح لازم على هيوميديفاير وهيتر خلاص لازم الاير دوت يبقى هيوميديفايد وهيتد لازم وبعدين رايح للبيبي في النيزل انترفيس النيزل انترفيس ده سواء كان نيزل كانيولا سواء كان ماسك خلاص على حسب الايه على حسب اللي احنا بنستخدمه وبعدين الاكسبيراتوري ليمب نازل فين اندر ووتر بالنسبه للبابل سيباب تمام اندر ووتر علشان يبقى فيه الريزيستنس والديبث
اوف ذا اكسهاليشن تيوب، الدبث بتاعت التيوب دي هي اللي بتحدد السي باب بريشر قد ايه، خلاص احنا محتاجين السي باب بريشر كام. فده فكره الايه، فكره البابل سي باب، واللي احنا نخلي دايما فيه بريشر في السيركت، والبريشر بيساوي الفلو في الريزيستنس. طيب ايه هي الادفانتج بتاعت النيزل سي باب؟ ايه هي المزايا؟ ايه فكره اللي احنا ندي بريشر؟ هيفرق معانا في ايه؟ البريشر ده طبعا هيحسن الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، فبالتالي هيحسن الاكسجين تنشن، هيقلل الايه، هيحسن سوري الكومبلاينس بتاعت اللنج، هيقلل الورك اوف بريذنج. لما احنا نعمل نحسن الايه، نعمل لنج ريكروتمنت، نحسن الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، هنقلل الورك اوف بريذنج. بيعمل سبلينتنج للاير واي والديافرام، الاير البريشر اللي احنا مدينه ده بيعمل سبلنت، يعني بيحافظ على الاير ويز مفتوحه. ده عشان كده بينفع في حالات مين، زي ما احنا قلنا في حالات الاوبستراكتيف ابنيا، او في حالات الايه التراكيو برونكو ماليشيا، السيباب ممكن يبقى يجيب نتيجه في مع الحاجات دي. علشان كده ديكريزز الالفيولار ارتيريال اوكسجين بريشر جريدينت، بيقلل الانترابالمونري شانتنج، بيحافظ على السيرفكتنت. تمام، ليه؟ لانه هو حافظ لنا على الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، وحسن لنا البلمونري كومبلاينس، ومنع مين الاتيليكتاتو تروما اللي اتكلمنا عنها قبل كده. هل ده معناه ان السيباب او النون انفيسيف ملوش عيوب؟ لا طبعا ليه عيوب. زي ايه؟ الريسك اوف اير ليك سيندرومز، طبعا انت بتدي بريشر في الاخر، فممكن يحصل طبعا نيوموثوركس او نيوموديستاينم، وارد جدا، خصوصا مع مين، مع الحالات اللي هي يعني مور فولنربل لحاجه زي كده. زي مين؟ زي الميكونيوم اسبيريشن سيندروم. الهاي سي باب لو احنا مدين بريشرز يعني ان ابروبريتلي هاي، ممكن يعمل لانج اوفر انفليشن، واي حاجه تزيد عن حدها تنقلب لضدها. تمام، فيقلل الكومبلاينس ويزود لي الورك اوف بريذنج، لانه هيقلل لي التايدال فوليوم، فكده هيزود لي برضو الايه الكربون دايوكسيد تنشن والديد سبيس فراكشن، اللي هي الايه السبيس اللي ما بيحصلش فيه جاز اكسشن. برضو نفس النظام، لو زودنا الانترا ثوراسيك بريشر، ادينا ان ابروبريتلي هاي بريشر، البريشرز ديت هتبقى ريفلكتد على الانترا ثوراسيك ستراكشرز، منها طبعا او اهمها الايه القلب، فهتقلل لك الكاردياك ايه ها فينس ريتيرن والكار برضو. من عيوب السباب الكبيرة اللي هي مين؟ الاير بيدخل في الجي اي، تمام، بيدخل في الاستومك وبيعمل جازيس ايه ديستنشن، اللي هي حاجة اسمها السباب ديلي سيندروم. بعد 10 ايام من السباب، خصوصا لو احنا مستخدمينه من غير هيتر ومن غير هيوميديفاير، ممكن برضو يحصل نيزل انجري، تمام، انترنال نيزل انجري، يعني في النوز نفسها من جوه برضو ممكن يحصل فيها انجري. واخر حاجه طبعا السكن انجريز، اللي هي اللوكال كومبليكيشنز اوف ذا سباب، نتيجه الماسك، نتيجه البرونج اللي احنا بنستخدمه، ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل انجري للنوز نفسها، وطبعا ريسك اوف انفكشن خصوصا بالكواجوليز نيجاتيف. طيب اوكي، هنكمل دلوقتي الفورمز اوف سي باب. السي باب عندنا زي ما قلنا، يا اما كونستانت فلو يا اما فاريبل فلو. الكونستانت فلو سي باب يعني الفلو ثابت على طول في السيركت، ما بيتغيرش. ممكن نديه يا اما كونفنشنال، زي في فنتيليشن، في ميكانيكال فنتيليتورز ممكن تدي السي باب، تمام، زي الدراجر زي ما احنا شايفين كده، ده اس بي ان اللي هو سبونتينيوس سي باب، وده علامه طبعا النون انفيسيف موجوده هنا اهي، وبنظبط الايه البيب اللي احنا عايزينه مع الاف اي او 2، او البابل سي باب. طبعا كلنا عارفين البابل سي باب ومعظمنا بيستخدمه، والبيب بيتحدد او السي باب بمعنى ادق بيتحدد بيه الليفل، تمام، الدبث بتاع الايه بتاع الاكسهاليشن لمب زي ما احنا قلنا قبل كده. في بقى الفاريبل فلو سي باب. الفاريبل فلو سي باب ده فكرته ايه؟ الفاريبل فلو سي باب ده فكرته ان هو ان الهواء ديورنج انسبيريشن، تمام، يدخل للبيبي. ديورنج انسبيريشن الهواء يدخل للايه للبيبي، ديورنج اكسبيريشن بيبقى فيه فالف في الحته دي كده، فليب فالف، خلاص، بيخلي الهواء ديورنج اكسبيريشن بدل ما يدخل للبيبي لا يطلع لبره، بدل ما يدخل للبيبي الهواء في الاكسبيريشن يطلع لبره، تمام، بيبقى موجود في ايه في الحته دي فليب فالف، بيخلي الهواء ديورنج اكسبيريشن ما يدخلش على البيبي يطلع لبره. فده طبعا بيقلل الورك اوف بريذنج للبيبي، بيحسن الايه، بيحسن السنكرونايزيشن وبيقلل الورك اوف بريذنج للبيبي. ففكره الفاريبل فلو فكره جميله، بس طبعا محتاج ايه، محتاج يعني سيركت مخصوصه، تمام، علشان نستخدم الفاريبل فلو سيباب. هنا الجهاز ده اللي هو السيباب او الانفانت فلو سيباب سيستم، لو في حد فيكم شافه قبل كده، ممكن نستخدمه علشان ندي الفاريبل فلو سيباب، وبرده ممكن طبعا بيستخدم برده عشان يدي الباي باب اللي هو الباي فيزيك ده، تمام، اللي هو الباي باب، تمام، اسمه الانفانت فلو سيباب. هل الفاريبل فلو سي باب احسن في الاوتكم بتاع البيبي؟ في الاستادي ديت هم عملوا مقارنه ما بين البابل سي باب مع الفاريبل فلو سي باب، ناحيه ايه، من ناحيه الاوتكم بتاعه، تمام. فزي ما احنا شايفين هنا في الاخر، النيوبورن تحت 34 اسبوع، اليوز اوف كونتينوس فلو نيزل سي باب شود ذا سيم بينيفيتس از ذا فاريبل فلو نيزل سي باب، خلاص، يبقى في الاخر النتيجه واحده،
استخدم conventional، استخدم bubble، استخدم الايه الفاريبل فلو، النتيجه في الاخر ايه؟ في الاخر واحده بس. زي ما احنا قلنا ممكن يبقى الفاريبل فلو سباب الورك اوف بريذنج اقل، تمام، بيريح البيبي اكتر شويه، والبابل سباب ممكن برضو معظمنا بيستخدمه او متعود عليه اكتر او بتاع، وموضوع صوت الايه صوت البقلاله ده بيخلي الواحد مطمن ان ايه ان مفيش ليك في السيركت وان البيبي واخد السبورت الكفايه بتاعه، بس في الاخر كلهم تقريبا زي بعض. طيب قبل ما نتكلم هنا برضو هنعمل تاني البول ده، خلينا نشارك برضو فيه ايه هو الماكسيمم سيباب ليفل اللي احنا اللي انتم بتستخدموه في الحضانه بتاعتكم، تمام، برضو مفيش صح وغلط في الاجابه خلاص. هل بنستخدم مثلا لغايه 8 او اقل من 8، 10، 12، اكتر من 12، كام بالظبط الليفل بتاع السيباب الماكسيمم اللي ممكن نحط البيبي عليه عندكم كام؟ طيب تقريبا تلتين اللي جاوبوا تقريبا بنحط السيباب ممكن نحطه على 8، والتلت الباقي بنحطه اقل من 8، يعني ما حدش بيحط ايه اكتر من كده خلاص، يعني ايه او زي برضه في الشات الدكتور اسامه من 5 ل 8، تمام، ده الايه ده الرينج بتاع السيباب، تمام، ده الرينج بتاعنا اللي احنا بنستخدمه بالنسبه للسيباب عندنا في مصر. طيب هنا نفس الدراسه الكنديه اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها، ودول ال 28 مركز اللي هم شاركوا في الدراسه وكلهم بيستخدموا السيباب، كله بيستخدم السيباب، فهنشوف هنا الليفل. طبعا الافريج خلاص احنا طبعا شايفين ان في ناس بتستخدم اكبر من كده اكتر من كده بكتير، تمام، الماكسيمم سيباب الافريج بتاعنا تقريبا 8، يعني معظم السنترز بيستخدموا 8، في ناس بتستخدم الايه الماكسيمم 7 خلاص، في ناس بتستخدم 10، في ناس بتستخدم 12، وفي مركز مفتري وصل لغايه 15، تمام، في ناس بتحط ايه البيب على 15، تمام، مركز واحد بس في المجموعه كلها. فزي ما احنا شايفين ان الافريج بتاعنا تقريبا بتتكلم فيه حوالي 8. طيب ثاني حاجه اللي هو يعتبر الابديت بتاع السيباب اللي هو الباي باب او الساي باب. الباي باب اللي هو النيزا باي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر، الساي باب ده برضو المود زي الباي باب تقريبا اسمه ساي بوزيتيف بريشر فنتيليشن. كلمه ساي يعني تنهيده، الواحد لما بيتنهد بياخد لونج انسبيريشن كده، فهي نفس فكره الايه الباي باب. فكره الباي باب اللي احنا بندي تو بريشرز مش بس وان بريشر، بس التو بريشر مش الفرق ما بينهم مش كبير، يعني الفكره في ايه اللي احنا عايزين نعمل جود لانج ريكروتمنت خلاص، من غير ما نعمل باروتروما، من غير ما نعمل ما ندي هاي بريشر للبيبي. فدي فكره الباي باب طبعا نون انفيسيف، انا بتكلم كله نون انفيسيف. احنا اتكلمنا عن انفيسيف قبل كده الدكتور محمد عبد اللطيف الله يكرمه اتكلمنا بالتفصيل عن الموضوع ده. فهنا زي ما احنا شايفين الباي فيزيك سي باب، تمام، او الباي باب، وده بيستخدم كتير جدا في الادلت كمان اكتر من النيونيت، بس برضه بيستخدم في النيونيت. بنلاقي ان البيك اللي هو البيك بريشر خلاص او الانهيلد بريشر بيبقى تقريبا 3 to 4 مور ذان ذا سي باب، يعني احنا لو حاطين السي باب مثلا على 6 فبيبقى البيب او البي اي بي سوري او الانهيلد بريشر ده بيبقى كام؟ بيبقى حوالين 10 9 10، بس الانسبيراتوري تايم بيبقى طويل قوي زي ما احنا شايفين هنا الانسبيراتوري تايم 1 سكند، يبقى الانسبيراتوري تايم طويل بس البي اي بي او البريشر مش عالي. يعني هي فكره الباي باب او الباي سي باب، علشان يعني نحاول نوصل الصوره شويه، هو في الاخر ابديتد يعني مود اوف سي باب خلاص عشان نعمل يعني جود لانج ريكروتمنت من غير ما يبقى فيه بريشرز عالي. طبعا زي ما احنا شايفين الان اي بي بي في بقى لا، شوف الفرق هنا في البريشرز ما بين البيب وما بين البي اي بي كبير، والانسبيراتوري تايم مش بنفس الايه مش بنفس التول بتاع الباي باب. طيب ده بالنسبه للباي باب او الساي باب خلاص. ان اي بي بي في اللي هو النيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن زي ما احنا قلنا بريشرز بيب وبي اي بي، والفرق ما بينهم زي الانفيسيف زي الكونفنشنال فنتيليشن العادي، وهنا برضو نفس النظام طبعا ده على الدراجر، وفي برضو اجهزه ثانيه ممكن بتدي الان اي بي بي في نيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن. هنا دي علامه النون انفيسيف، بيبقى عامل زي الماسك كده في الدراجر اللي هو الفي ان 500، فده بيبقى علامه الماسك وبتظبط انت ده طبعا بي سي سي ام في بريشر كنترول سي ام في كنترول ميكانيكال فنتيليشن. زي ما احنا شايفين هنا السيتنجز اللي موجوده ده اف اي او 221، والانسبيراتوري تايم هو هنا قصير شويه 0.33 المفروض يبقى اطول شويه، الريت 25 والسلوب والبي اي بي 24 والبيب 6، يعني كانه كونفنشنال خلاص بس ده نون انفيسيف. يبقى دي فكره الايه فكره النيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن. طيب يبقى احنا حطينا مثلا او اتكلمنا على السيباب الباي باب اعلى منه شويه، بدل ما تدي بريشر واحد انت بتدي تو بريشرز بفرق، طبعا برضو ممكن تظبط فيه تظبط طبعا الريت، بس زي ما قلنا ان الريت مش هيبقى عالي لان انت مدي انسبيراتوري تايم عالي، تمام، فالريت في الباي باب مش هيبقى عالي. او النون انفيسيف، والنون انفيسيف ده
هو بالظبط زي الانفيسيف، كانك بتستخدم بي سي اي سي او اس اي ام في بي اس في وات ايفر، خلاص بس ده نون انفيسيف. طيب هنا برضو نفس النظام، نفس الدراسه الكنديه ديت بتقول لك ايه هي الليفلز بتاعت الان اي بي بي في. يعني انا ممكن استخدم الان اي بي بي في بسيتنجز ايه؟ زي ما احنا شايفين الماكسيمم بيب تمام بالنسبه لهم برضو كان فاريبل، وهنا الافرج بتاعنا تقريبا 8 او 7 خلاص زي ما احنا شايفين كده، والبي اي بي الماكسيمم بي اي بي الافرج تقريبا حوالي 20 تمام. الافرج بتاعنا حوالي 20 والبيب حوالي 7 او 8، وفي سنترز وصلت البي اي بي لغايه 25 زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. طيب خلينا نقول احنا مثلا هنحط بيبي على نون انفيسيف، هنحط سيتنجز ايه؟ النون انفيسيف اللي هو الان اي بي بي في نيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن اي مين، ممكن نستخدمه من الاول خالص يعني از ا برايمري مود. هنحط البيبي من الاول خالص كده على ايه؟ على النون انفيسيف. اوكي هنحطه على ايه؟ ممكن نحط الريت على 40 ل 50، البي اي بي ممكن يبقى 18 ل 20 ديت برايي يعني انيشال سيتنجز، وبعد كده طبعا نادجست. البيب ممكن نحطه على 6، الانسبيراتوري تايم زي ما قلنا المفروض ان هو بيبقى اعلى من الانسبيراتوري تايم بتاع مين؟ بتاع الكونفنشنال فنتيليشن، خلاص بيبقى اعلى شويه، فهنا برضو ممكن يبقى 0.42.6. وبوجه عام انت لما تحط بيبي على نون انفيسيف انت الاول تحطه على سيتنج عاليه تمام، وبعد كده توين. فاهم ازاي؟ ليه؟ علشان احنا مش عايزين يحصل فيلير. فاهم ازاي؟ احنا عايزين نحط البيبي على سبورت كويس تمام، وبعد كده ايه نوين لو البيبي ستيبل، لو البيبي ماشي كويس. ليه؟ لان احنا ما اديناش ايه اذر سبورت، ما اديناش مثلا سيرفاكتانت زي ما بنعمل لو البيبي انتيوبيت. طيب يبقى ده مثلا البرايمري مود. البوست اكستيوبيشن هيبقى تقريبا نفس الكلام، بس هنا الفرق الاساسي هو البي اي بي. البي اي بي هنحطه على 2 ل 4 اباف الكونفنشنال فنتيليشن بي اي بي تمام. يبقى هو مثلا كان على conventional ventilation اخر حاجه قبل ما يتشال كان مثلا على اس اي ام في، وكان على بريشر مثلا 14 على 5 مثلا خلاص. فلما نشيله نعمل له اكستيوبيشن نحطه على ان اي بي بي في، نحط البي اي بي كام؟ هو كان 14 نحطه مثلا 18، والبيب 5 او 6 مفيش مشكله، والانسبيراتوري تايم 0.42.6. طيب الماكسيمم سيتنج اللي ممكن نحط عليها ان اي بي بي في، يعني برضو زي ما احنا شايفين كده في الايه في كندا الموضوع مختلف، يعني اللي فيه فرق ما بين السنترز وبعضها. فالماكسيمم سيتنجز ديت احنا ممكن نشوفها خصوصا في البيبي اللي هو بوست اكستيوبيشن، وفي حالات الكرونيك لانج ديزيز بيبي قاعد انتيوبيتد فتره طويله ومش عارفين اللي احنا نشيله من على الميكانيكال فنتيليشن، وخد الدكسا وعملنا كل حاجه وبرده ستيل يعني بالعافيه عرفنا نشيله على نون انفيسيف وستيل برده ديستريست، فبنحطه على سيتنج عالي زي ايه؟ الريت 50 طبعا، ممكن ايه ما نحتاجش الريت 50 تمام، ممكن يبقى الريت طبعا اقل من كده، بس البريشر زي ما احنا شايفين، شايف البريشر هنا البي اي بي 35، ممكن يحط البي اي بي 35 على نون انفيسيف، رقم كبير جدا تمام. يعني مش كتير طبعا بنوصل للارقام دي اكيد، يعني زي ما احنا شفنا في كندا كان الرقم الايه الماكسيمم 25، بس في بيبي بوست اكستيوبيشن كرونيك لانج ديزيز نتقبل ايه ارقام اعلى من كده علشان ما نعملش ري انتيوبيشن. البيب برضو ممكن 10، ممكن 10 خصوصا بقول زي ما اتفقنا مش برايمري، احنا ما بنتكلمش في برايمري اساسا، احنا بنتكلم في بوست اكستيوبيشن وبوست برولونجد اكستيوبيشن تمام، مش اكستيوبيشن عادي. بس لو الموضوع هو برايمري طبعا انا عمري ما هوصل للارقام دي، لو برايمري مش هنوصل خالص للارقام دي. لو برايمري بنتكلم في بي اي بي مثلا 25، و25 كمان كتير، وبيب مثلا 8 9 بس اكتر من كده لا، ده يعتبر فيلير خلاص، فيلير اوف النون انفيست. بس لو بوست اكستيوبيشن ماشي نقبل الارقام اللي زي. طيب برضو وين توين النون انفيسيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن، امتى نبدا نقلل السيتنجز؟ نقلل السيتنج لما يبقى الاف اي او 2 تحت 40%، كربون دايوكسيد تنشن اقل من 60، بي اتش اكتر من 7.25. لو الاف اي او 2 اعلى من 40% نزل الاف اي او 2 الاول، سيب السيتنج زي ما هي، بريشرز ريت كل حاجه، نزل الاف اي او 2. طيب نزلنا بالاف اي او 2 40 لتحت 40% واحسن كمان يبقى 25 30 25، نبدا نوين. هنوين ازاي؟ نبدا ننزل بايه؟ نبدا ننزل بالبريشرز الاول وبعدين ننزل بالريت. نبدا ننزل بالبي اي بي الاول، التارجت بتاعنا نوصل ل 12 ل 15، احنا قلنا ممكن نوصل ايه نبدا مثلا ب 20 25 وبعدين نبدا ننزل 2 2 2 لغايه ما نوصل ل 12 ل 15، بعد كده ننزل بالبيب التارجت بتاعنا كام؟ 5 ل 6، وبعد كده الريت التارجت بتاعنا 15 ل 20، بيبي مثلا كان محطوط على 40 45، نبدا ننزل بالتدريج لغايه ما نوصل ل
15 ل 20 الريت. تمام، ليه احنا بننزل بالبي اي بي والبي بي الاول ما بننزلش بالريت؟ لان احنا مش عايزين البي بي يبقى اكس هوستد، احنا عايزين ندي سبورت لمعظم البريث سايكلز بتاعه البيبي، بس احنا بنقلل السبورت ده. تمام، بس مش عايزين سايكلز تبقى ان سبورتد خالص، لان ده هيزود الايه، هيزود الورك اوف بريدنج والارتابيليتي بتاعه البيبي. عشان كده بننزل الاول بالبريشرز وبعد كده بننزل بالريت. خلاص، وين تو دي سي الام اي بي بي في لما نوصل للسيتنج اللي احنا قلناها، بي اي بي تحت 15، بي تحت 6، اف اي 2 تحت البوينت 3. لو هن دي سي او هنوين من الام اي بي بي في، نوين لايه؟ ممكن لسي باب، ممكن لهاي فلو نيزل كانيولا، ممكن لروم اير. تمام، على حسب الايه، على حسب الكلينيكال كونديشن بتاعه البي، بس غالبا يعني بننزل من الان اي بي بي في لسي باب. يعني احنا كنا مثلا على بيب 6، فممكن برضو نحطه على سي باب 6. تمام، وننزل لخمسة وبعدين ايه نقف او نحول الهاي فلو نيزل كانيولا، بس يعني على حسب الايه الكلينيكال كونديشن بتاعه البي. طيب هنا فكره السينكرونايزيشن، احنا قلنا ان الان اي بي بي في ممكن يبقى سينكرونايزد ان اي بي بي في. سينكرونايزد ان اي بي بي في يعني بيبقى فيه في يعني سنسور في السيركت بيحس برضو بالانسبيريشن بتاع البيبي، وبيبدا المساعده بيبدا النفس مع الانسبيريشن بتاع البيبي. فبيتر طبعا سينكرونايزيشن، احيانا برضو السنسور ده بيبقى يعني بنثبته على البطن البيبي او على الشيست او بيبقى موجود في السيركت، فده طبعا بيحسن الايه السينكرونايزيشن، بيقلل الورك اوف بريدنج على طول. السينكرونايزيشن ده مهم جدا. فهنا طبعا هم عاملين مقارنه ما بين السيباب وما بين الايه السينكرونايزد ان اي بي بي في، فطبعا اكيد المقارنه لصالح مين؟ السينكرونايزد ان اي بي بي في بدون شك في كل حاجه، في الفيلير، في السكسس ريت بتاع الانتيوبيشن الاكستيوبيشن سوري خلاص، وفي الهايبر كابنيا والابنيا، كل حاجه لصالح مين؟ السينكرونايزد اي بي بي. طيب هنا دي نقطة مهمة قوي علشان ما نبقاش خايفين من البريشر، مش خايفين طبعا، هو البريشرز ممكن في أي وقت يحصل اير ليك وممكن يحصل نيموثوركس أو بتاع، بس البوينت هنا إن مش كل البريشرز اللي احنا بنديه بيوصل. Delivered BIP during a non-synchronized ventilator derived NIBBV is very variable. احنا ظبطين BIP مثلا على 25، هيوصل ال 25؟ لا، usually much lower than the set inflation pressure. يعني احنا ظبطين 25 ليوصل لك 20 18 16، بس ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا ان الديليفرد بي اي بي از اونلي سلايتلي هاير، يعني ممكن يبقى اعلى من اللي انت ظبطه with higher set inflation pressures. امتى؟ لما البيبي مثلا بيتحرك او الريتابل او كذا او كذا. خلاص، فديت نقطه مهمه جدا ان البريشر فاريبل غالبا بيبقى اقل من البريشرز اللي احنا ايه اللي احنا ظابطينه. وعلى في الكونفنشنال فنتيليشن يعني زي ما احنا شفنا في الدراجر من شويه، هو بيطلع لك ايه البي اي بي كام، البي اي بي اللي احنا اللي هو الجهاز محققه كام. انت ظابط مثلا على 25، هو مثلا بيقول لك اللي محققه 16 17. فديت نقطه مهمه قوي. خلاص، طيب الكومبليكيشنز بتاعه السيباب زي ما قلنا، النيزل انترفيس سواء كان برونج او ماسك خلاص، ممكن بيعمل لوكال كومبليكيشنز، وديت من المشاكل الكبيره قوي في السيباب او في النون انفيسيف بنشوفها كتير. خلاص، فهنا عملوا زي نيزل تروما تول علشان يقول لك ايه الستيجز بتاعه الايه بتاعه الانجري دي. فستيج 1 ما فيش اي حاجه خالص، ستيج 0، ستيج 1 في اريثيما زي ما احنا شايفين، ستيج 2 في سوبرفيشال ايروجن، وستيج 3 في نيكروزز او فول ثيكنس اوف ذا سكن، نيكروزز زي ما احنا شايفين هنا وهنا. فديت لوكال كومبليكيشنز وليها الستيج بتاعتها. هنا نفس النظام، النون بلانشنج اريثيما، تمام، سوبرفيشال ايروجنز، فول ثيكنس، تمام، نيكروزز والنون بلانشنج برضو اريثيما ده من ايه، من الواي بتاع النيزل اوكسجين كانيولا. هنا ده يعني ارتكل جميل جدا كان منشور في الجورنال اوف نيونيتال نيرسينج سنه 2017، كانوا عاملين باندل، تمام، نون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت باندل انترفينشن علشان نقلل الكومبليكيشنز بتاعه الايه بتاعه النون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت. مشكله النون انفيسيف طبعا اللي هو محتاج يعني نيرسينج كير محترم، تمام، النيرس يعني جايز يبقى اسهل لها ان البيبي يتحط على ميكانيكال فنتيليشن وخلاص هو ايه كده كده في تيوب، ولما يحصل له دي سات نشفط شويه وخلاص، على عكس السيباب مثلا اللي هو كل شويه محتاج ان ايه البوزيشن ادجستمنت، ومحتاج اللي احنا نشوف في بابلنج ولا ما فيش بابلنج والكلام ده كله. بس النون انفيسيف طبعا يستاهل. فالباندل ديت قالوها علشان نقلل الكومبليكيشنز بتاعه النون انفيسيف. فكرتها ايه بقى؟ اول حاجه طبعا الابروبريتلي سايزد انترفيس، مهم جدا ان احنا نختار سايز صح، ما ينفعش ان احنا نختار سايز اكبر او اصغر، تمام، زي ما احنا شايفين هنا كل ايه كل شركه بتبقى محدده السايزز بتاعه مين، بتاعه الماسك بتاعتها او النيزل برونج او حاجه خلاص، وبيبقى على حسب الايه على حسب النيرز او حسب النوسترلز بتاعه البيبي، تمام. المفروض ان الماسك او النيزل برونج في النون انفيسيف المفروض ان هو يبقى فيت
في الايه في النوسترلز بتاعت البيبي، لا يبقى كبير لانه لو كبير هيعمل بريشر، خلاص هيعمل بريشر لوكال بريشر على النوز، تمام، وفي الحاله ديت هيعمل الانجري اللي احنا بنقول عليها، ولو صغير هيعمل ليك فمش هيبقى ايفكتيف. فاول حاجه الابروبريت سايز. الحاجه الثانيه اللي احنا لما نيجي نحط الايه نحط الانترفيس، ما نحطش الانترفيس على طول على السكن، لازم يبقى فيه بارير زي ما احنا شايفين هنا كده، بيبقى فيه باريرز كده بتتحط على الجلد الاول وبعدين تحط الانترفيس علشان نقلل الايه نقلل الكومبليكيشن. ثلاثه طبعا ده شغل بقى بقول لك التمريض، فيجوالي اوبزرف الانفانت كل ساعه، المفروض نشوف كل ساعه نبص على البيبي نشوف البوزيشن بتاعه نشوف هل في اي علامات كومبليكيشنز بدات تظهر ولا لا، تمام. هنا برضو بيقول لك المفروض بنشيل البروتكتيف بارير ونعمل ونخلي وريبوزيشنينج اوف ذا انفانت، ده برضو مهم قوي. البين سكور، البين سكور مهم جدا في الحضانه، والبين مانجمنت للاسف من الحاجات اللي هي مش واخده حقها خالص في الـ في الـ في الان اي سي يو، وحتى اعتقد في البي اي سي يو بس يعني تو اليسر اكستنت. البين سكور من الحاجات المهمه اللي لازم برضو نتابعها في اي بيبي في الحضانه بوجه عام. ربنا يسهل نبقى نعمل برضو موضوع عن البين مانجمنت. في سنترز بتعمل بتبدل ما بين الاثنين، بتبدل ما بين الماسك وما بين النيزل برونش بيرشيفت، يعني ايه علشان كل واحد فيهم له يعني مشكله بيعمل بريشر او كومبليكيشن في حته معينه، فلما تبدل ما بين الاثنين فانت قللت الايه قللت الكومبليكيشنز بتاعتهم. في ناس ثانيه بتبدا بالماسك خلاص، بتبدا سوري بالبرونش اكتر وبعد كده تعمل ايه تعمل تحط الماسك لو حصل كومبليكيشن. دي طبعا النيزل انترفيس زي ما احنا قلنا، النيزل البرونش الشورت نيزل برونش والماسك والسايزز بتاعتها، وعلى حسب انت بتستخدم انهي نوع بالظبط، وزي ما قلنا على حسب السايز بتاع النوستريل بتاع هنا مقارنه ما بين الماسك والبرونش فور النيزل سيباب خلاص. وهو بيقول لك بس هي الايفيدنس ضعيف خلاص، بس يعني بيقول ان الايه ان الماسك ممكن يبقى معاه السكسس ريت بتاع السيباب اعلى، الماسك بيبقى السكسس ريت اعلى والانسيدنس اوف سكن انجري اقل مع الماسك، بس نستخدم اي حاجه ده او ده مفيش مشكله. طيب كده خلصنا الكلام على السيباب وخلصنا الكلام على ال ان اي بي بي في خلاص. الحاجات ديت كانت بتدي ايه بريشر زي ما احنا قلنا، وطبعا الاكسجين احنا بنظبطه على حسب على حسب الساتوريشن بتاعنا، التارجت ساتوريشن بتاعنا هيبقى ايه هيبقى النيزوفارينجيال سيباب. اوكي دكتور اسامه، يعني دلوقتي احنا هنتكلم سريعا على الحاجات اللي باقيه، بس موضوع الهاي فلو نيزل كانيولا يعني مش عارف هل هو برضو بدا يستخدم في مصر كتير ولا لا، بس الهاي فلو نيزل كانيولا ده فكرته جميله جدا، اللي هو زي النيزل كانيولا اللي احنا كلنا بنستخدمها اللي هي اللو فلو نيزل كانيولا خلاص. الهاي فلو نيزل كانيولا اللي انت بتدي فلو من 1 ل 8 لتر، تمام، من 1 ل 8 لتر، له مزايا كتير عن الايه عن السيباب، وطبعا له عيوب اكيد. المزايا بتاعته ان هو ايزير ابلكيشن زي ما احنا شايفين، نيزل كانيولا صغيره مش لازم بقى تبقى فيت في النوز بتاعه البيبي، بالعكس ده لازم يبقى فيه ليك، لازم يبقى فيها ليك خلاص، عشان كده الكومبليكيشنز بتاعتها اقل، ليس نيزل انجري ونيرسينج ساتسفاكشن يعني الشغل بتاع الايه بتاع الممرضه مع البيبي اقل، ايزير اكسس تو بيبيز فيس وليس اريتابيليتي اوف ذا بيبي مع النيزل كانيولا. قلنا الفلو بتاعنا هيبقى كام من 1 ل 8، دي طبعا الايه منظر الاجهزه اللي هي ممكن تدي الهاي فلو نيزل كانيولا، ده الاكسجين بلندر ممكن بيركب على الحيطه وبيبقى فيه لو فلو وهاي فلو نيزل كانيولا، ديت اجهزه بتدي اوريدي الايه يعني مظبوطه للهاي فلو، وطبعا هنا زي ما احنا شايفين الهيت تمام درجه التمبريتشر والايه والهيوميديتي. فكره الايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الهاي فلو نيزل كانيولا ايه؟ الهاي فلو نيزل كانيولا بيدي سام سورت اوف بريشر، فبالتالي يعمل الفيولار ريكروتمنت، لما يدي بريشر بيعمل برضو الفيولار ريكروتمنت، يبقى هي نفس فكره السيباب والنون انفيسيف بس البريشر اللي هو بيديه ده مش يعني فيري اكوريت زي الايه زي السيباب وزي النون انفيسيف. طبعا ده لما يعمل الفيولار ريكروتمنت هيحسن الاكسجين ايه تنشن خلاص، وهيقلل الورك اوف بريذنج. الحاجه الثانيه اللي هو بيعمل ووش اوت للديد سبيس، الاورو فارينجيال والنيزو فارينجيال ديد سبيس، انت بتعمل ووش اوت للايه للديد سبيس ده خلاص، انت يعني بتطلعه وبتدخل غيره تمام، فالكربون دايوكسيد تنشن بالتالي ايه طبعا هيتحسن خلاص. زي ما قلنا الفلو بتاعنا بيبقى من 1 ل 8 لتر تمام، اقل من 1 ده اللو فلو نيزل كانيولا. طيب هاو ماتش بريشر از جنريتد باي ذا هاي فلو نيزل كانيولا؟ بصراحة أنا ما أعرفش ومحدش يعرف بالظبط البريشر ده كام تمام، يعني هي دي نقطة الإيه يعني الخلافية على الهاي فلو نيزل كانيول خلاص، إن البريشر مش معروف بالظبط هو كام، بس في حاجات بتأثر على البريشر ده زي إيه الفلو سيتنج، انت بتدي فلو قد ايه 2 3 8 7 خلاص، البيشنتس يونيك اناتوميكال دايمنشنز الليك اوت اوف ذا نوز اراوند ذا برونز اند اوت اوف ذا ماوث، زي ما قلنا الماوث مفتوح ولا لا خلاص، والليك حوالين النيزل كانيولا ده قد ايه بالظبط، فالبريشر فيري فاريبل بتاع الهاي فلو نيزل ايه بس فيه بريشر
مش زي اللو فلو نيزل كانيولا. خلاص طيب، هل الهاي فلو نيزل كانيولا ينفع كريسبيراتوري سبورت فور ذا بري تيرم انفانت؟ الاجابه طبعا ينفع، ولكن موست ايفيدنس از افيلبل فور ذا يوز اوف هاي فلو از بوست اكستيوبيشن سبورت. يعني هو كويس قوي كبوست اكستيوبيشن، بس كبرايمري مود مش قوي. يعني لسه كبرايمري مود اللي احنا نبدا اصلا نحط البيبي من الاول كده على ايه، على الهاي فلو نيزل كانيولا، يعني الموضوع مش ايه، مش ناجح قوي. خلاص كبوست اكستيوبيشن كويس خلاص، وزي ما قلنا الكومبليكيشنز بتاعته اقل، ليس نيزل تروما وريديوس نيوموثوركس زي الفل خلاص، بس الافيكاسي بتاعته مش زي السيباب، وطبعا مش زي الايه الان اي بي بي في. هنا نفس النظام طبعا، هو الايه النيزل هاي فلو از ا برايمري سبورت مع سيجنيفيكانتلي هاير ريت اوف فيلير. خلاص فالنيزل هاي فلو نيزل يعني مش من الاول الهاي فلو نيزل كانيولا بيبقى ناجح قوي مع الكابري كريسبيراتوري سبورت في البري تيرم بيبس. طيب النون انفيسيف نافا اللي هو النيورالي ادجستد فنتيليتور اسيست، طبعا احنا اتكلمنا دكتور محمد عبد اللطيف اتكلم على النافا بالتفصيل قبل كده في الكورس بتاعنا، واحنا مش هنتكلم عنه هنا بصراحه بالتفصيل لانه هو يعني ما اعتقدش ان حد بيستخدمه انفيسيف اساسا عشان نستخدمه نون انفيسيف، بس هي الفكره بتاعته ان هو برضه البيتر سينكرونايزيشن، يعني هو عظيم النافا ده عظيم. خلاص ان انت بدل ما تستنى او الجهاز بدل ما يستنى ان الايه ان الامبلس تطلع من السي ان اس بتاع البيبي فرينك الديافرام يحصل له كونتراكشن، يحصل ايه تشينج في الفوليوم بتاع اللنج، خلاص فيحصل تشينج في الفلو او في البريشر فيحس الجهاز بيه تمام اللي هو التريجر فيبدا يساعد البيبي. لا النافا بيساعد البيبي من بدري قوي، بس مع الديافرام اكسايتيشن عن طريق مين الكاثيتر طبعا اللي بتركب ايه بتركب جوه خلاص، والجهاز بيحس بالايه بالنفس من بدري قوي. ف طبعا سينكرونايزد عظيم مع البيبي، والنون انفيسيف نافا اعتقد قريب جدا هيبقى هو رقم واحد في الريسبيراتوري سبورت بتاع البري تيرم بيبيز، بس احنا مش هنتكلم عنه بالتفصيل لان يعني مش عايزين نتكلم عن حاجه مش ابليكابل دلوقتي عندنا قوي. الهاي فلو النون انفيسيف برضه هاي فريكوانسي فنتيليشن نفس الفكره، برضه الهاي فريكوانسي مش محتاج سينكرونايزيشن تمام، دي برضه الميزه بتاعته ان انت بتحط البيبي و مش محتاج سينكرونايزيشن، بس زي ما احنا شفنا ده في كندا الهاي فريكوانسي ما بيستخدمش نون انفيسيف الا في 18% من المراكز خلاص، فبرضه لسه طبعا بدري عليه، بس الهاي فريكوانسي ممكن يستخدم كنون انفيسيف، طبعا ممكن يستخدم كنون انفيسيف، وزي ما احنا شايفين هنا السيتنجز خلاص برضه احنا اتكلمنا على النون انفيسيف الهاي فريكوانسي سوري في المحاضره اللي فاتت، فهنا زي ما احنا شايفين كده الايه السيتنجز لو هتحط مثلا الماب هيبقى 8 10، الدلتا بي ممكن يبقى اللي هو الامبليتيود على 25 35، الفريكوانسي ممكن 10 ل 12، وممكن كمان يبقى او الاحسن يبقى اقل من كده، يعني الاحسن يبقى الفريكوانسي اقل من كده. وبرده هنا زي ما احنا شايفين مع البي بي دي او الكرونيك لانج هتلاقي ان البريشرز اعلى من كده بكتير، هتلاقي دايما البريشرز بتتكلم في ارقام اعلى من كده في البي بي دي علشان تحاول تافويد الايه الانتيوبيشنز والكومبليكيشنز اوف انتيوبيشن. طيب اللو فلو نيزل كانيولا، اللو فلو نيزل كانيولا طبعا كلنا بنستخدمها وموجودة في كل الحضانات بتاعة مصر، وعارفين احنا عارفين ان هي بتدليفر 25-45% اكسجين كونسنتريشن. حط البيبي على ايه، على 1 لتر على نص لتر وكده ايه الاكسجين بتاعه هيبقى 25-45. هل الكلام ده صح على مطلقه؟ الاجابة لا، الكلام ده طبعا مش صح. ليه؟ لان الاكسجين لان الـ FiO2 given باللو فلو نيزل كانيولا يعتمد على حاجتين، يعتمد على وزن البيبي ويعتمد على الفلو اللي احنا بنديه. فال25 ل40 اللي احنا عارفينهم دول ده في بيبي فول تيرم وزنه 2.5 ل4 كيلو بياخد فلو 1 لتر، انت حاطط على لو فلو نيزل كانيولا حطه على 1 لتر خلاص، وهو وزنه مثلا 3 كيلو يبقى ده بياخد له كام الاكسجين؟ 33%. جميل جميل خالص، ماشي مقبول مش وحش. هل اللو فلو نيزل كانيولا بيدي بريشر؟ لا ما بيديش بريشر خلاص، يبقى ده ما بيديش بريشر، ده بس اكسجين ثيرابي اكسجين سبورت. طيب نفترض ان البيبي ده مثلا وزنه 1.5 كيلو واحنا حاطينه على ايه، على 1 لتر. شوف احنا بنديه ان اف اي 2 كام؟ 67%. 67%. طب لو كيلو 100%، انت حاطط بيبي على 1 لتر اكسجين سبورت بتدي له 100% اكسجين، يعني حاجه فظيعه، حاجه مش مقبوله نهائي. يبقى اللو فلو نيزل كانيولا مش قصه ان هو بيدي اف اي او 2 ثابت 25، لا الكلام ده مش صح خالص، خصوصا في البري تيرمز اللي هم اساسا هيبقوا محتاجين مين الريسبيراتوري سبورت. خلاص طبعا في معادله علشان ايه علشان تحسب بالظبط الاف اي او 2
اللي انت بتديه باللو فلو نيزل كانيولا يعتمد على الاكسجين فلو وعلى المينت فنتيليشن وبتاع. وفي برضو مواقع على النت، ده الان اي سي يو تولز برضو موجود على النت، تمام، ممكن انت تدخل البيانات دي بتاعه البيبي اللي هو الويت والريسبيراتوري ريت والجاز فلو بالملي ليتر طبعا، ولو انت بتستخدم بلندر او ما بتستخدمش بلندر. طبعا احنا لو ما بنستخدمش بلندر يبقى انت بتتكلم في 100% اكسجين، وهي ديت فكره البلندر. البلندر يعني مهم جدا، مفيش حاجه اسمها حضانه من غير بلندر بصراحه. ليه؟ زي ما احنا شايفين دلوقتي، انت بتدي البيبي 60 70% اكسجين، حرام، ما ينفعش خالص، تمام، رقم كبير جدا، وهنعمل اكسجين توكسيسيتي، نعمل لانج توكسيسيتي، نعمل ريتينوباثي وبريماتوريتي بالعبيط، والاكسجين فري راديكلز تاثر على الكلى، تاثر على السي ان اس، تاثر على الهارت. ليه؟ الاكسجين بلندر بمنتهى الاهميه. لو ما كانش يبقى بليز على الاقل لازم نبقى عارفين احنا بندي البيبي ايه، لازم نبقى عارفين احنا بندي له كام. طيب لو البيبي احنا يعني ندي اف اي تو 40%، خلاص احسب الفلو بتاعك على وزن البيبي واديله 40%، ما استحملش حطه على سباب، حطه على سباب، خلاص حطه على سباب باف اي تو 21%، احسن ما تحطه على ايه، على الايه، على اللو فلو نيزل كانيولا ب الاف اي تو 70 80%. خلاص يعني دي اهم نقطه في المحاضره دي بصراحه من وجهه نظري، يعني في مصر طبعا الكلام ده في مصر، خلاص ان احنا مش عايزين نعمل اكسجين توكسيسيتي ان نيسيسري. السباب بلو بريشر باف اي تو 21 25 احسن من اللو فلو نيزل كانيولا لو ما عندناش الاكسجين بلند. طيب سريعا هنتكلم بقى على الحاجات التانية. طبعا الهيد بوكس كلنا عارفين الهيد بوكس، واعتقد لسه في اماكن بتستخدمه. الادفانتج بتاعته طبعا هو ويل توليريتد، مش يعني مش لازق في البيبي خالص، بعيد عن البيبي ومش محتاج هيوميديفيكيشن، واللو فلو نيزل كانيولا برضو ممكن من غير هيوميديفيكيشن. وهنا طبعا الهيد بوكس ممكن نقيس الايه الاف اي او 2 تمام عن طريق سنسورز بيبقى محطوطه في الهيد بوكس. خلاص طبعا زي ما احنا شايفين هنا برضو الاف اي او 2 يعتمد على الفلو اللي احنا بنديه وعلى السايز بتاع الهيد بوكس، خلاص فبرضو ممكن يعني من 35 لغايه 90% اكسجين. السايد افكتس بتاعته برضو نفس النظام، ليميتد اكسس تو ذا بيبيز فيس، يعني لازم علشان تعمل ساكشن، تعمل ادجستمنت للبوزيشن، تعمل اي حاجه، فلازم تشيل الايه، تشيل الهيد بوكس ده خالص، تمام، فمش لذيذ. الحاجه الثانيه الكربون دايوكسيد توكسيسيتي، لو احنا مش مديين بريشر عالي سوري فلو كفايه، فهيحصل الكربون دايوكسيد هيعلى، خلاص فده هيعمل كربون دايوكسيد توكسيسيتي ملوش لازمه. الحاجه الثالثه ودي حاجه خطيره وبرده للاسف ما ناخدش بالنا منها، اللي هي النويز. انت تصور ان البيبي ده محطوط في حضانه مقفوله، اساسا الحضانه بتعمل امبليفيكيشن للساوند بصوره جامده، وجيت انت كمان حطيت له هيد بوكس، يعني صندوق جوه صندوق، شوف بقى الهيوميديفيكيشن هيبقى عامل ازاي، سوري الامبليفيكيشن، وكمان حطيت له ايه فلو حاجه كده قاعده تعمل خلاص وامبليفايد، ف يعني بشع جدا، نويز بشع جدا. فاحنا يعني عندنا بطلنا نستخدم الهيد بوكس من زمان جدا، وبس اعتقد لسه في برضو اماكن لسه بتستخدمه، وانا شايف ان الهيد بوكس ده يعني فاشل تمام. لو انت عايز تدي تعمل هيد بوكس، يعني عايز تدي فري فلو اكسجين، خلاص طبعا الماسك ممكن نستخدمه في ديورنج ريسوسيتيشن، يعني نادر لما نحتاجه في الان اي سي يو نفسها. هنا الفري فلو اكسجين برضو ديورنج ريسوسيتيشن عن طريق بس الايه، عن طريق اللي بتاع الاكسجين، خلاص. وفي حضانات بقى بيبقى فيها طبعا الاكسجين، تمام، زي الدراجر مثلا ممكن تظبط فيه الايه الاكسجين ثيرابي، خلاص، والايه الحضانه نفسها بتوصل بيه بالشبكه بتاعه الاكسجين، او تحط برضو الايه الاكسجين في فتحه الحضانه من فوق. فدي يعني يغنينا عن مين؟ يغنينا عن الهيد بوكس. طيب النيزوفارينجيال برونج اللي الدكتور اسامه كان بيسال عنه، تمام، احنا طبعا ممكن نستخدم في حاجه اسمها اللي هي اللونج نيزال برونش، تمام، ديت بتوصل لغايه الايه النيزو فارينكس، او نستخدم برضو الايه اللي هو اللي احنا بنعمله في مصر، اللي احنا نقطع الاي تي تي وندخلها في النيزو فارينكس بتاع البيبي. يبقى احنا كده مش يعني مش عاملين انتيوبيشن، مش انفيسيف قوي، والبيبي ما استحملش او ما استجابش ليه الايه النيزال انترفيس ايا كان هو ايه، فبنعمل الحركه ديت يعني كحل وسط كده ما بين الاثنين، وبرضه هي هتبقى ليها نفس المشاكل، نفس الكومبليكيشنز بتاعه النون انفيسيف سبورت. وطبعا الاير اللي هو السيباب بيلي طبعا معاها هيبقى اكتر. طيب احنا كده خلصنا المودز اوف النون انفيسيف ريسبيراتوري سبورت، وزي ما قلنا اهم نقطه هي موضوع اللو فلو نيزال كانيولا، يعني لو ما فيش اكسجين بلندر، يعني ارجوكم ما نستخدمش اف اي او 2 عالي على الفاضي من غير لازم. طيب البراكتيكال كونسيدريشن، اول حاجه طبعا اتكلمنا عنها اللي هو التايب والبروبر سايز اوف نيزل انترفيس، ده مهم جدا، لان نسبه كبيره من السكسس
تمام ريت بتاع النون انفيسيف بيعتمد على الحته دي اللي احنا نختار صح من الاول. لو اخترنا غلط هيحصل كومبليكيشنز يخلينا مش قادرين نكمل في نون انفيسيف او هيبقى ان افكتيف لو في ليك عادي. الحاجه الثانيه هو الماوث كلوجر، دي نقطه برضو مهمه قوي في الاطفال اللي هم على السيباب او طبعا النون انفيسيف او الهاي فلو. احيانا لو الماوث مفتوح يحصل ليك فما بيبقاش فيه فايده، ما بيبقاش فيه فايده للبريشر اللي انت بتديه ده، تمام؟ لا ده بيعتبر ليك لو بقه مفتوح. فبنعمل حاجه اللي هي الشين ليفت ديت، تمام؟ بتبقى حاجه كده يعني ممكن نربطها حوالين راس البيبي علشان نقفل الايه، نقفل الماوث. طب والبيبي كده هيتنفس ازاي؟ ما هو السيباب او النون انفيسيف بيبقى فيه تو ليمز زي ما احنا قلنا، فيه اكسبيراتوري وانسبيراتوري ليمز، تمام؟ فيعني مفيش مشكله. زي ما قلنا برضو موضوع الهيوميديفيكيشن والهيت مهم جدا، ما ينفعش اللي انت تدي سيباب، ما ينفعش اللي انت تدي نون انفيسيف من غير هيت، من غير هيوميديفيكيشن، خلاص ما ينفعش اللي احنا ندي دراي اير، ده فيري انجوريوس للايه، لللانج. زي ما قلنا اللو فلو ممكن من غير هيوميديفيكيشن، ولكن الاحسن طبعا برضو يبقى هيموديفايد، ولو اللي هو الامبيانت اوكسجين او الهيت بوكس يعني اوكي. بعد كده الكير، طبعا احنا اتكلمنا على الباندل اوف كير خلصنا منها بتاعت النون انفيسيف، ودي جميله جدا لو اتطبقت يعني، بس عايزه تمريض يعني فايق وقلبه على المكان وحاجات كده. والكير اوف ذا بيبي بقى بالايه، بالبروبر بوزيشننج مهم جدا، البوزيشن السكشننج تمام ممكن جدا يبقى محتاجين فريكوينت سكشن، والريليف اوف ابدومينال ديستنشن. دي المنظر ده اللي هو السيباب بيلي سيندروم، السيباب بيلي سيندروم دايما البيبي اللي هو خصوصا بري تيرم طبعا لما يبقى محطوط على سيباب فبتلاقي بطنه منفوخه بالمنظر ده، بطنه منفوخه ما تبقاش عارف بقى ده ايه، ده داخل فينك فيدنج انتوليرانس ولا دوت من السيباب وبتاع، خلاص. فده منظر يعني كتير جدا بنشوفه، والاحسن في الحاله ديت اللي احنا نعمل ايه، نعمل فريكوانت ديفليشن يعني نعمل ريليف للابدومينال ديستنشن، خلاص يعني دايما نبقى سايبين الايه الاو جي تي او الان جي تي اوبند، خلاص. لو البيبي حتى بياخد فيدنج لو سبناها اوبند يعني ياخد الفيد وبعدين نقفلها وبعدين نفتحها قبل الفيدنج اللي بعدها، او حتى نسيبها على طول مفتوحه خلاص، فنعمل ديفليشن للابدومين لان ده من السايد افكتس الرخمه للنون انفيسيف خصوصا في البري تيرم بيبيز. والبري تيرم بيبيز ممكن يحتاجوا اللي هم يبقوا على نون انفيسيف لفتره طويله، يعني لو بيبي مثلا 26 27 اسبوع الاحسن اللي انت ما تشيلوش من على السباب قبل 32 اسبوع، قبل 32 اسبوع حتى لو هو ستيبل، حتى لو هو ستيبل خلاص، حطه على لو سيتنج سيباب، حطه على 5 خلاص، واف اي 221 بس الاحسن اللي هو يتنه على السيباب، خلاص. ليه؟ علشان موضوع الايه اللانج ريكروتمنت ده رقم واحد، وموضوع الابنيز تمام. فانت لو هتسيب البيبي على السيباب مثلا هو 28 ولا 27 اسبوع هتسيبه لغايه 32 اسبوع يعني 5 اسابيع، مش هترضعه في الفتره دي، صعب جدا. فموضوع الابدومينال ديستنشن والسيباب بيلي ده مهم جدا يبقى في دماغنا ونبقى عارفين المانجمنت بتاعه. مفيش ساينز اوف نيك خلاص يبقى ده ايه، ده سايد افكت من السيباب، يبقى يعني الموضوع ده لازم يبقى فيه خدمه. طيب دلوقتي هنتكلم على حاله وهتشاركونا برضو ان شاء الله فيها برايكم، وبرضو مفيش صح وخطا تمام، ده ديت يعني ايه ديفرنت اوبينيونز، بس هنشوف ايه احسن حاجه فيها، وان شاء الله فيها نحاول نعرض الديفرنت سيناريوز وفي الاخر الاسئله ان شاء الله. ديت 22 year old pregnant woman rushed to the ER due to rupture membrane. الجستيشنال ايج 26 اسبوع، وخدت 2 doses من البيتا ميثازون. البيبي اتولد delivered with weak cry and spontaneous movements. ايه هو المانجمنت اللي احنا عايزين نعمله؟ طيب تقريبا النص اختار delayed cord clamping وحوالي تلت immediate cord clamping، ويعني مجموعه بسيطه اختارت الكورد ميلكينج او الستريبنج تمام. هو طبعا الستاندرد اوف كير دلوقتي زي ما احنا عارفين هو موضوع الايه، موضوع الديليد كورد كلامبنج حتى في البري تيرم 26 اسبوع، طبعا حتى في البري تيرم 26 اسبوع. طيب علشان نفهم القصه ديت احنا محتاجين نفهم الفسيولوجي تمام بتاع الترانزيشن فروم ذا انترا يوتراين لايف للاكسترا يوتراين لايف. الموضوع ده كبير وفي كلام يعني كتير جدا وجميل جدا، وفي ابديتس دلوقتي جميله جدا، بس نبقى يعني فكره الديليت كورد كلامبنج هو موضوع البلاسينتال بيرفيوجن، او بيقولوا عليه البلاسينتال بيرفيوجن، ان انت كانك بتنقل دم للبري تيرم بيبي ده من قبل ما يتولد او ساعه الولاده، فده بيحسن الايه، بيقلل الانسيدنس اوف بلاد ترانسفيوجن، بعد كده بيقلل الانسيدنس اوف نيك، بيقلل الانسيدنس اوف اي في اتش. خلاص الديليت كورد كلامبنج از ستاندرد اوف كير دلوقتي.
هي الايشو بقى دلوقتي ان هو في كلام على حاجه مور ادفانسد عن القصه دي، مش بس موضوع بلاسينتال ترانسفيوجن وي، لا القصه في حاجه اسمها دلوقتي فيسيولوجيك بيزد كورد كلامبنج. يعني ايه فيسيولوجيك بيزد كورد كلامبنج؟ يعني انا هسيب البيبي على نفس الايه الانترا يوتراين سيركيوليشن لغايه ما الاكسترا يوتراين سيركيوليشن تبقى ويل استابليشد. هي دي فكره الفيسيولوجيك بيزد، فاهم ازاي؟ يعني انا سايب البيبي واصل بالبلاسينتا، والبلاسينتا بتعمل الايه الاكستشينج، ما هي الايه هي الاورجان اوف جاز اكستشينج ان يوترو، خلاص لغايه ما الاكسترا يوتراين سيركيوليشن تتظبط، واللنج اللي هي المفروض هتبقى الايه الاورجان اوف بيرفيوجن او الاورجان سوري اوف جاز اكستشينج بوست نيتال تبقى ويل ايريتد. يعني مهم جدا الويل ايريشن بتاع اللنج، لما اللنج تبقى ويل ايريتد مليانه هواء كويس، تمام، عملنا ريكروتمنت بقى لللنج، البيبي بيعيط كويس وزي الفل وبياخد نفس كويس، الفينوس ريتيرن للليفت سايد اوف ذا هارت زاد من ناحيه من اللنج، خلاص من ناحيه اللنج. ففي الحاله ديت البوست نيتال سيركيوليشن ويل استابليشد، ففي الحاله دي تقوم جاي ايه عامل ايه الكورد كلامبنج. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني الديليت كورد ده الفيسيولوجيك بيزد، يعني مش قصه اللي احنا نستنى 60 ثانيه او 90 ثانيه وبعدين نعمله، لا هي قصه فيسيولوجيك بيزد. لما البيبي يبقى خلاص استابليشد بوست نيتال سيركيوليشن، نفس كويس وزي الفل، خلاص في الحاله دي تعمل ايه؟ تعمل كلامب للكورد. تمام، لما تعمل كلامب للكورد انت بتزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس. لو عملنا كده قبل ما الايه قبل ما اللنج تبقى ويل اورييتد، الايه الفينوس ريتيرن للليفت سايد اوف ذا هارت اصلا مش هيبقى كويس، يبقى كده البريلود وحش، وانت قفلت البلاسينتال سيركيوليشن اللي كانت فيري لو ريزيستنس، فعليت السيستميك يعني زودت الافتر لود. فتصور الوضع هيبقى عامل ازاي؟ بريلود قليل افتر لود عالي. فالديليت كورد كلامبنج هو الايه هو الستاندرد اوف كير. طيب فكره الكورد ميلكينج، ليه احنا ما نعملش كورد ميلكينج؟ الكورد ميلكينج فيه مشكلتين. اول حاجه ان انت بتعمل ميلكينج، يعني بتعمل ايه، بتحلب كده حته من الكورد، فانت بتسد الكورد بتقفل الكورد وبعدين بتدخل شويه بلاد وبعدين تاني وهكذا، فبيحصل فلكتويشن في البلاد بريشر وفي السيريبرال بيرفيوجن، وديت ممكن تعمل هيموريج. الحاجه الثانيه اللي انت لما قفلت الكورد، طب ما انت كده قفلت السيركيوليشن اوريدي، يعني فكره الفيسيولوجيك بيزد باظت. فلغايه دلوقتي الكورد ميلكينج ده لسه عليه كلام وستاديز وبتاع، بس لغايه دلوقتي مش ستاندرد اوف كير خالص، ولو فكرنا فيها هتلاقي لا هو مش منطقي، يعني بفكره الفيسيولوجيك بيزد مش منطقي. وطبعا دلوقتي برضو في ستاديز على موضوع اللي احنا نعمل ريسسيتيشن وذ انتاكت كورد، يعني تعمل ريسس من غير اصلا ما نقطع الكورد خالص لغايه ما البيبي يبقى ويل استابليشد برضو سيركيوليشن وايز وريسبيرات، نفس فكره الفيسيولوجيك بيزد كورد كلامبنج. فقصه الديليت كورد كلامبنج طبعا دي دلوقتي ستاندرد اوف كير، ويا ريت طبعا دكاتره النساء زمايلنا دكاتره النساء لو يساعدونا في الموضوع ده. مشكله الديليت كورد كلامبنج اف ايه من ناحيه النساء بقى، ان ده بيزود الايه البوست بارتم هيموريج، ديت المشكله بقى. انا مش عايزين نتاخر، البنت الام هتدخل في هيموريج وبتاع، وديت المفروض برضو اللي هي دلوقتي بقت متظبطه، اللي هم اول ما البيبي يطلع المفروض ان هم بيدوا يعني اوكسيتوسين او حاجه تعمل يوتراين كونتراكشنز او بتاع. بس anyway الفوائد بتاعه الديليت كورد كلامبنج يعني كبيره جدا، خلاص فالمفروض ان احنا نحاول نطبق ايه الموضوع ده. طيب السؤال اللي بعد كده، ال 26 ويكر خلاص جبناه على الريديانت فورمال على الريسوسيتير وعملنا كويك اسيسمنت، لقينا ان البيبي ما بيتنفسش والهارت ريت بتاعه 80 بيت بير مينت، 80 بيت بير مينت. فنعمل ايه؟ ندي باج ماسك فنتيليشن ب اف اي 2 30% او باج ماسك فنتيليشن ب اف اي 2 100% او ندي سي باب وذ اف اي 2 30% او سي باب ب 100% او نعمل انتيوبيشن وبوزيتيف بريشر فنتيليشن او نعمل انتيوبيشن بوزيتيف بريشر فنتيليشن ونبدا شيست كومبريشن على طول. طيب يعني حوالي 60% تقريبا اختاروا الباج ماسك فنتيليشن ب اف اي او 2 30% وحوالي الربع تقريبا اللي احنا برضو نعمل باج اند ماسك فنتيليشن وذ اف اي او 2 100%. طبعا ممتاز جدا ان احنا هنعمل باج اند ماسك فنتيليشن، يعني معظم الناس متفقه على ذلك. يعني في ناس اختارت سي باب وفي برضو ناس اختارت انتيوبيشن بوزيتيف بريشر فنتيليشن وشيست كومبريشن. تمام، هو طبعا زي ما احنا قلنا هو ما فيش صح وغلط هنا، بس في حاجات يعني اصح خلاص. فالموست ابروبريت انترفينشن طبعا في حاجه زي كده ان احنا هندي بوزيتيف بريشر فنتيليشن، خلاص اكيد بوزيتيف بريشر فنتيليشن. هنا طبعا الدياجرام بتاع الريسوسيتيشن كلنا عارفينه، اول حاجه طبعا اللي هي الايه الانيشال ستيبس وبعدين الاسسمنت، ولو الهارت ريت تحت ال100 او الريجولار بريذنج هنعمل بوزيتيف بريشر فنتيليشن واكسجين مونيتور خلاص، وبعدين
لو الهارت ريت ستيل تحت ال 100 فبرضه هنكمل وهنعمل الفنتيليشن كوركتيف ستيبس اللي هي المستر سوبا. وبعد كده لو الهارت ريت تحت ال 60 في الحاله ديت هنبدا نعمل شيست كومبريشن وانتيوبيشن لو لسه ما عملناش انتيوبيشن خلاص، و 100% اكسجين. شايفين هنا 100% اكسجين، يبقى احنا في الاول اصلا ما كناش بنستخدم 100% اكسجين. والبري داكتال ساتوريشن التارجت بتاعنا زي ما احنا شايفين في اول دقيقه التارجت بتاعنا 60 65%، التارجت بتاعنا 60 65، لان البيبي ان يوترو اصلا كان عايش كده، تمام؟ الاكسجين ساتوريشن ان يوترو كان كده اساسا، يعني مش ايه مش يعني ما هيش حاجه مش هايبوكسيك مثلا او حاجه. خلاص طيب نرجع تاني علشان نشوف الايه، نشوف السؤال بتاعنا ونجاوب عليه. يبقى احنا هنا عايزين ماسك باج ماسك فنتيليشن، ليه؟ لان البيبي از نوت بريذنج، يبقى محتاجين بوزيتيف بريشر فنتيليشن. خلاص، والهارت ريت تحت ال 80 يبقى برضه بوزيتيف بريشر فنتيليشن الاول. خلاص طيب الباج ماسك فنتيليشن، لو استخدمنا السيباب، السيباب هيبقى ايفكتيف هنا؟ لا مش هيبقى ايفكتيف. ليه؟ لان السيباب خلاص ما بيديش ايه بوزيتيف بريشر فنتيليشن، ده بيدي سيباب، بيدي بريشر بس كده ثابت، بيعمل شويه ايه لانج انفليشن او لانج ريكروتمنت. البيبي نوت بريذنج اصلا عشان تحطه على السيباب. انتيوبيشن بوزيتيف بريشر فنتيليشن، الانتيوبيشن مش دلوقتي، يعني مش الخطوه دلوقتي، احنا لسه ما عملناش اصلا نون انفيسيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن وفيلد. يبقى الاول نعمل نون انفيسيف. احنا طبعا يعني ما بنتكلمش على الريسوسيتيشن بالتفصيل دلوقتي خالص، بس احنا بنحاول نجيب الحاله من اولها ونمشي كده كانها حاله فعلا موجوده معانا، ونشوف المانجمنت بتاعنا يبقى ماشي ازاي. فلو عملنا الانتيوبيشن من الاول، لا احنا قلنا هنعمل نون انفيسيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن، ولو فيلد الخطوه اللي بعدها اللي هو ايه المستر سوبا، تمام، اللي هو الايه الادجستمنت والريبوزيشن والسكشن والانكريز بريشر والكلام اللي احنا عارفينه ده. خلاص، وبرده ممكن نبقى نتكلم على الريسوسيتيشن ان شاء الله بعدين. الانتيوبيشن بوزيتيف بريشر وشيست كومبريشن، شيست كومبريشن لا طبعا. ليه؟ لانه هو اصلا الهارت بيت لسه ما نزلش عن 60، تمام. لو الهارت بيت الانديكيشن للشيست كومبريشن تحت ال 60 لو بي بي في فيلد خلاص او ما جابش نتيجه ان افكتيف يعني. طيب يبقى هنعمل بايد ماسك فنتيليشن بيه اف اي او 2 30%. ليه 30%؟ ليه هنعمل ب 30% ما نعملش ب 100% زي زمان؟ طبعا الريسنت جايد لاينز احنا عارفين ان دلوقتي 35 اسبوع وتحت 35 اسبوع، في ناس بتقول تحت 32 اسبوع نبدا ب اف اي او 2 30%، فوق كده نبدا ب 21% هواء روم اير. ال 100% ده خلاص يعني ما حدش بيستخدمه. ليه؟ لان الاوت كم واحد زي بعض، الاف اي او 2 100% 21% زي بعض، لا مش بس زي بعض، ده الـ FiO2 100 more injurious، تمام، للبيبي خلاص، والموربيديتي معاه أعلى من الايه من الـ 21%. فإحنا ما بنبدأش الـ 100% دي خالص دلوقتي. في البري تيرم تحت 35 وفي أقوال أخرى تحت 32 ابدأ بـ 30% وبعدين إسكاليت. ماشي، لو محتاج تزود البيبي برضو ستيل هايبوكسيك والتارجت ساتوريشن مش جايبينه، ابدأ علي براحتك مفيش مشكلة. يبقى هنبدأ ب 30%. طيب هنا هنتكلم بس بسرعة عن النيو باف. النيو باف ده طبعا الجهاز اللي احنا بنستخدمه في الريسوسيتيشن، اكيد يعني معظمكم عارفه. النيو باف ده مسته عن الباج ماسك ايه؟ مسته عن الامبو باج العادي بتاعنا ايه؟ حاجتين مهمين جدا. النيو باف ده برضو يعني بصراحة لازم يبقى موجود برضو في كل الحضانات زي البلندر كده، زي الاكسجين بلندر اللي قلنا عليه قبل كده. خلاص طيب النيو باف فكرته او مسته في حاجتين. نمرة واحد اللي هو بيدي بيب. خلاص الامبو باج ما بيديش بيب، الامبو انت بتعمل في الامبو باج ايه؟ تعمل سكويز وبعدين ايه ريليز. لما تعمل ريليز بتنزل البريشر لزيرو. في النيو باف لا، في النيو باف انت ايه البريشر عندك بيبقى 5 6، انت بتظبطه هنا 2 بريشرز خلاص، بيب وبي اي بي، فالبيب عندك 5 6، يبقى انت محافظ على الايه، محافظ على الالفيولاي، تمام، ريكروتد حتى لو بارشيالي ريكروت. خلاص في كلام طبعا على السستيند لانج انفليشن واللانج ريكروتمنت والقصص دي مش هندخل في تفاصيل دلوقتي عشان ما نطولش. خلاص بس على الاقل احنا بنتكلم على بيب، خلاص بيب ثابت. الحاجه الثانيه ان انت لما تستخدم الباج ماسك انت بتدي بريشر مختلف، يعني احيانا ايه تعصر جامد اللامبو فممكن تدي بريشر ايه 30 35 مش عارف كام، المره اللي بعدها 20 2، فاهم؟ البي اي بي نفسه مختلف. هنا لا، في النيو باف انت ظابط بريشر بيب وظابط بي اي بي. خلاص فطبعا هو ايه يعني اقل تروما بدون شك، ليس تروماتيك جدا، وبيحافظ على مين؟ على البيب، بيحافظ على الالفيولاي اوبند، تمام. فطبعا النيو باف يعني يفرق جدا ومهم واحسن بكتير من الباج اند ماسك فنتيليشن لو موجود عندنا. اوكي طيب ده طبعا الايه شكل برضو النيو باف، وده شكل الريسوسيتيشن بقى البيبي بري تيرم زي ما احنا شايفين كده، هو ده النيو باف، وفوق كده بيبقى فيه زي فالف لما بنقفله بنسده بيوصل للبي اي بي
ولما بيبقى مفتوح بيبقى ايه، بيدي البيب. وطبعا زي ما احنا شايفين الثيرمو ريجوليشن مهم جدا بالنسبه للبيبي، ووصلنا اوريدي الاكسجين تمام على البالس اوكسيمتر علشان نتابع الاكسجين ساتوريشن، خلاص يبقى احنا كده ايه مظبطين البيبي. وبرده طبعا لو الاي سي جي ليدز تتوصل علشان الهارت ريت. اتكلمنا على الدياجرام بتاع الريسوسيتيشن، مش هنتكلم عنه تاني. ندخل في السؤال اللي بعده. بوزيتيف بريشر فنتيليشن بداناه، عملناه باج اند ماسك بالابروبريت بريشر واكسجين 30%، ووصلنا البالس اوكسيمتر. عند 3 دقائق، بعد 3 دقائق البيبي كان عنده سبونتينيوس بريذنج بهارت ريت اعلى من 100 بيتس بير مينت، يبقى بيتنفس سبونتينيوسلي وهارت ريت اعلى من 100 بيتس بير مينت. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نكمل بوزيتيف بريشر فنتيليشن بالباج ماسك ديفايس، ولا نعمل انتيوبيشن وندي سيرفكتنت وننقل على الان اي سي يو، ولا نعمل نبروفايد سي باب وننقل على الان اي سي يو، ولا بروفايد هاي فلو نيزل كانيولا 6 ليترز وننقل على الان اي سي يو، ولا ننقل البيبي للان اي سي يو ان سبورتد وبعدين ربنا يسهل بقى هناك نبقى نشوفه تمام هنعمل فيه ايه. طيب يعني اكتر من النص تقريبا اختار اللي احنا نحط البيبي على السي باب وبعدين ننقل البيبي للان اي سي يو. يعني تقريبا انتوا اخترتوا كل الاجابات، يعني كل حاجه اخترتوها تمام. في برضو ناس قالت ننقل البيبي من غير سبورت للان اي سي يو بعدين هناك نشوف، وفي ناس قالت نحطه على نيزل كانيولا، وفي ناس قالت انتيوبيت وندي سيرفكتنت تمام، او نكمل بوزيتيف بريشر فنتيليشن بالباج اند ماسك. طيب هو يعني طبعا زي ما قلنا هو ما فيش اجابه صح وخطا، بس الاحسن طبعا اللي احنا خلاص هو البيبي دلوقتي الحمد لله يعتبر ستابيلايزد، فالاحسن اللي احنا نسبورت البريذنج بسي باب وننقل البيبي للان اي سي يو. طيب نعمل كونتينوس بوزيتيف فنتيليشن، نكمل برضو الفنتيليشن بالباك ماسك ليه؟ هو البيبي خلاص بياخد نفس يعني خلاص مش محتاجين. احنا قلنا في السلايد اللي فات او السؤال اللي فات احنا ليه ما عملناش سي باب؟ عشان البيبي ما بيتنفسش. طب دلوقتي بيتنفس خلاص، يبقى مش محتاجين نكمل ايه الايه البريش الباك ماسك بوزيتيف بريشر فنتيليشن خلاص. طيب الحاجه الثانيه انتيوبيت وندي سيرفكتنت وترانسفير للان اي سي يو، دي هنتكلم عنها دلوقتي. بروفايد سي باب وترانسفير للان اي سي يو ده طبعا هو الايه هو الاحسن دلوقتي. اللي احنا ننقل البيبي ان سبورتد ده غلط. ليه؟ نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي على النيو باف. احنا لما نسيب البيبي ان سبورتد لفتره احنا كده بنعمل له اكسهوجن خلاص، بنخلي الشويه اللي موجودين عنده شويه السيرفكتنت اللي موجودين عنده تمام يروحوا، نخليه شويه الايفورت اللي عنده احنا بنوديه. ما ينفعش اللي احنا نسيب البيبي ان سبورتد، والجولدن اور اللي هي الفيرست اور دي بيسموها الجولدن اور، ما ينفعش اللي احنا ايه يعني نضيع فيها ثواني. فما ينفعش ان احنا ننقل البيبي انسبورتد ولغايه ما يروح هناك، وبعدين على الممرضه بقى نشوف مين اللي هيمسكه ومش عارف مين اللي يركب له كانيولا، وبعدين نشوف سباب ومش شغال. لا ما ينفعش الكلام ده خالص. بيبي بري تيرم المفروض ان هو نحاول يبقى كل حاجه مترتبه اصلا قبل ما يتولد، ونحاول نديله السبورت الصح. قلنا الهاي فلو نزل كانيولا ماشي يعني هو ممكن، بس الفيلير ريت بتاعه كبرايمري مود عالي، فمش هو البرايمري اوبشن بتاعي او الفيرست اوبشن بتاعي خالص. اوكي طيب هنا هنتكلم على السيرفكتانت ثيرابي. السيرفكتانت بقى يعني بيبي 26 اسبوع، ايام زمان يعني كان التارجت بتاعنا خلاص او البروتوكول اللي احنا نعمل ايه انتيوبيشن وندي سيرفكتانت. بيبي 28 اسبوع واقل من 28 اسبوع يبقى انتيوبيت ودي سيرفكتانت على طول خلاص. الكلام ده دلوقتي ما عادش ريكومندد خلاص. الجايد لاينز الجديده ما بتقولش كده، ما بتقولش ادي سيرفكتانت بروفيلاكسيس حتى لو بيبي 28 اسبوع، حتى لو 26 اسبوع خلاص مش بروفيلاكسيس. امال ايه؟ امال ريسكيو. لو احتاجنا البيبي احتاج انتيوبيشن اديله، لو البيبي احتاج انتيوبيشن ديورنج ريسوسيتيشن اديله. ما احتاجش انتيوبيشن، هم شافوا ان النتيجه ما بين السيرفكتانت ثيرابي والنون انفيسيف من غير سيرفكتانت خلاص تقريبا ذا سيم، بسايد اللي احنا هنتجنب ايه السايد افكتس بتاعه السيرفكتنت. هنتجنب السايد افكتس بتاعه الانتيوبيشن وبتاعه السيرفكتنت نفسه. السيرفكتنت الاول دواء غالي مش رخيص تمام، وله سايد افكتس ممكن طبعا يزود الايه احتمالات الاير ليك تمام، والبالمونري هيموريج ومش عارف ايه خلاص. ده دواء، فشافوا ان النتيجه بتاعه النون انفيسيف فيرسس السيرفكتنت تقريبا ذا سيم، علشان كده دلوقتي السيرفكتانت بروفيلاكسيس از نوت ريكومندد اني مور. طيب احتاجنا ندي سيرفكتانت خلاص، البيبي ما كانش ماشي كويس في الريسوسيتيشن او اتحط على نون انفيسيف سبورت وبعدين ما استجابش فاحتاج انتيوبيشن، هندي سيرفكتانت. فالسيرفكتانت طبعا المفروض ان هو احسن طريقه يتاخد بيها، او احنا دايما بنفكر في الليس انفيسيف، فاخترعوا او قالوا حاجه اسمها الانشور او الشور، في دلوقتي شور حتى من غير ان تمام، يعني الان دي هتختصر انتيوبيشن اس يو ار اللي هي سيرفكتنت، وبعدين
دي اللي هي اكستيوبيشن، اللي احنا نعمل اكستيوبيشن يعني انتيوبيت ادي سيرفكتنت وبعدين اكستيوبيت، وممكن تسيب البيبي على الفنتليتور ساعه يعني برضو يعتبر لسه انشور. الشور بس من غير الان ديت يعني ايه، ما تعملش انتيوبيشن، هتدي برضو زي الليزا والميست. الليزا اللي هو الليس انفيسيف سيرفكتنت ادمنستريشن برضو من غير انتيوبيشن، تمام، بتدي برضو ايه، بتدخل زي قسطره، تمام، وبتدي وممكن تبقى يعني جايدد بالفورسبس او بحاجه. الميست المينيمالي انفيسيف سيرفكتنت ثيرابي حتى من غير فورسبس ولا اي حاجه. وفي كلام دلوقتي على موضوع الليمبيولايزيشن بس طبعا ستيل نوت ريكومندد، لسه عليه ستاديز بس خلاص. فزي ما احنا شايفين على قد ما نقدر يبقى الموضوع ايه، ليس انفيسيف، يعني كل ده احنا عايزين ندي سيرفكتنت ونشيل، مش عايزين نسيب البيبي برضو فنتليتد خلاص. 26 اسبوع، 26 اسبوع مفيش مشكله. وهنا طبعا شايفين هنا في الرسمه في البتاع ده في الصوره ديت، ده اسمه الكلوزد ساكشن سيستم خلاص. الكلوزد ساكشن سيستم زي ما احنا شايفين ان الايه الفنتليتور واصل بناحيه، وفي الناحيه الثانيه واصل بيها ايه قسطره ساكشن، وبرده هنا زي ما احنا شايفين الايه السيرفكتنت نفسها برده ممكن تتاخد هنا، تمام. يبقى احنا ما فصلناش البيبي من على الجهاز علشان نعمل له ساكشن، ولا عشان نديله ايه مش عارف سيرفكتنت ولا غيره، خلاص ما فصلناش البيبي. فاحنا محافظين على اللنج ريكروتمنت، مهم جدا موضوع اللنج ريكروتمنت ده. فالكلوزد ساكشن سيستم ده جميل جدا، هنا موجود في وزاره الصحه في السعوديه يعني، تمام. وفكرته زي ما قلنا اللي هو موضوع اللي احنا نحافظ على الريكروتمنت اوف ذا لنج. طيب السيرفكتنت برضو ايرلي ولا ليت؟ السيرفكتنت احسن تبقى ايرلي، الريزلتس بتاعت السيرفكتنت في الفيرست تو اور تمام احسن من بعد كده، تمام. السيرفكتنت الايرلي سيرفكتنت بيتر ذان الليت سيرفكتنت، بس ما تبقاش بروفيلاكتيك، اتفقنا على الكلام ده خلاص. طيب سنجل ولا مالتيبل؟ هتدي سنجل دوز ولا مالتيبل؟ لا الايه الريكومنديشن ان انت ممكن تدي مالتيبل دوز خلاص، ممكن تدي مره ماشي، احتاج تاني تدي تاني، احتاج تالت ماشي تدي تالت، يعني في كلام برضو على الثيرد دوز. اكتر من كده يعني ما فيش عليها ريكومنديشنز قوي، بس برضو احيانا احنا بندي الدوزز الرابعه. طيب هنا هنتكلم على اليوروبيان كونسنسس جايد لاينز في المانجمنت بتاع الار دي اس في سنه 2019 ابديت 2019. فزي ما احنا شايفين هنا هم بيقول لك ان السي باب with early rescue surfactant considered optimal management for babies with RDS. early rescue surfactant يعني احتاجت surfactant هتدي، تمام، مش بروفيلاكتيك، لا مش بروفيلاكتيك خلاص، بس محتاجين ايه سي باب من الاول. البوليسي اوف ايرلي ريسكيو سيرفكتنت شود بي ستاندرد، بس ذير ار اوكيجنز وين سيرفكتنت شود بي جيفن ان ذا دليفري سوت ساتش از وين انتيوبيشن از نيدد فور ستابيلايزيشن، احتاجت انتيوبيشن ادي. البيبيز وذ ار دي اس شود بي جيفن ريسكيو سيرفكتنت ايرلي ان ذا كورس اوف ذا ديزيز، زي ما قلنا لو هتحتاج تدي البيبي ما هوش ماشي كويس ادي بدري. سجستد بروتوكول انت حاطه على سي باب وبريشر عالي واف اي او 2 تمام. هنا الكلام هيبقى مختلف شويه، تمام، يعني هنا بيقول لك اف اي 2 فوق 30% السباب 6 ماشي، يعني انت طبعا ممكن نوصل اليه لارقام اعلى من كده. والهاير دوز تمام الايه الهاير دوزز في السيرفكتنت احسن من الايه من اللور دوزز، وزي ما قلنا الليزا هو البريفيرد ميثود، وممكن نستخدم سكند دوز وثيرد دوز خلاص. طيب يعني انا دلوقتي المفروض اعمل ايه، تمام، اعمل ايه، ادي سيرفكتنت ولا ما اديش سيرفكتنت؟ زي ما قلنا هو ما فيش يعني سوليد رول، بس الجايد لاينز بتقول بيبي محتاج انتيوبيشن في اي وقت ادي سيرفكتنت احسن يبقى انشور. البيبي محتاجش سيرفكتنت وماشي كويس الحمد لله على السي باب سيبه على السي باب. بيب كام؟ 6 7 8 خلاص، اف اي او 2 25 30 35 40 يعني اكتر من كده في ناس ممكن تعلي، بس ايه يعني اكتر من كده بصراحه يبقى يعني الفيلير ريت هيبقى عالي جدا. نحطه على ايه سي باب فيلد، عندك باي باب حطه، عندك حط نون انفيسيف اللي هو الان اي بي بي في نيزل انترميتنت بوزيتيف فيرشر فنتيليشن، وغالبا معظم العيال تمام لو ما بتستجيبش على السي باب هتستجيب على النون انفيسيف بوزيتيف فيرشر فنتيليشن نيزل الاي بي بي في هتستجيب عليه ان شاء الله. خلاص حطيت على الان اي بي بي في وما استجابش، نعمل ايه؟ نعمل ايه انتيوبيشن خلاص، انتيوبيشن وندي الايه سيرفكتنت. والاحسن زي ما قلنا الانشور، تمام، انشور حط البيبي على الجهاز مثلا ايه ربع ساعه نص ساعه ادي الايه ادي السيرفكتنت، وحط البيبي على الجهاز ربع ساعه نص ساعه وشوف السيتنج اخبارها ايه، الورك اوف بريذنج اخباره ايه، اعمل مقارنه ما بين الورك اوف بريذنج وهو على النون انفيسيف والورك اوف بريذنج بعد الايه بعد السيرفكتنت. كويس اكستيوبيت ما تسيبوش، لو مش كويس عايز تسيبه شويه تسيبه، بس زي ما قلنا نفكر امتى هنشيله ماشي. يبقى السيرفكتنت ما بتتاخدش بروفيلاكتيك، ما بتتاخدش روتين حتى في البري تيرمز 26 27 28 اوكي. طيب اللي بعد كده البيبي خلاص نقلناه للان اي سي يو على بابل سي باب تمام او ايا كان نوع السي باب يعني مش هتفرق،
والبي ب7 واف اي او2 30%. اوفر ذا نيكست الباست اور الورك اوف بريذنج انكريزد سيجنيفيكانتلي والاكسجين ريكويرمنت زاد لغايه 55، والبلاد جاز البي اتش 7.31، الكربون دايوكسيد 57، والاكسجين تنشن 50، والكارب والباي كارب 18، ودخل في تو ابنياس، تو بريف سيلف ريزولفنج ابنيا. ايه البيست او النكست ستيب اللي احنا هنعملها؟ نعمل انتيوبيشن وندي برضو زي ما قلت مفيش صح وغلط، انتيوبيت وجيف سيرفاكتنت فيا انشور، انتيوبيت جيف سيرفاكتنت وكونكت للميكانيكال فنتيليشن، ولا نحطه على ان اي بي بي في، ولا نزود البيب ل 8 اور مور. هو دلوقتي على سي باب بيب 7 اف اي او 2 30%، الكربون دايوكسيد بتاعه دلوقتي 57 وفي سيجنيفيكانت ايفورت. طيب تقريبا 57% اختاروا اللي احنا نحطه على ان اي بي بي في، و 29% تقريبا انتيوبيت وندي سيرفاكتنت ونكونكت للميكانيكال فنتيليشن على طول ما فيش انشور، وال 14% قالوا ايه ندي انشور. تمام طبعا انا قلت ما فيش غلط وصح، يعني انا هختار برضو يعني بالنسبه لي في حاجه زي ديت هيبقى اللي احنا نحطه على نون انفيسيف في الاول خلاص، وبعد كده لو ما استجابش هنعمل له انتيوبيشن خلاص. ويعني برضو علشان يعني اكون يعني صريح معاكم، في الحاله ديت غالبا مش هينفع الانشور. تمام لو احنا حطينا على نون انفيسيف خلاص، حطينا على نون انفيسيف وبريشرز عاليه وفي ايفورت وبتاع والبيبي ما استجابش، الانشور غالبا الفيلير ريت بتاعه هيبقى عالي، بس ده ما يمنعش اللي احنا برضو نحاول ونجرب نحطه على ميكانيكال، ندي سيرفاكتنت ونحطه على ميكانيكال فنتليشن ونأسس. ممكن اشيله على طول؟ اه ممكن اشيله على طول. ممكن ادي سيرفاكتنت واحطه على ميكانيكال فنتليشن شويه؟ اه ممكن برضو ايه ادي سيرفاكتنت واحطه على ميكانيكال فنتليشن شويه. طيب ديت الفيلير كرايتيريا بقى بتاعه الايه نون انفيسيف، انا حاطه على نون انفيسيف، امتى اقول خلاص مش هينفع البيبي مش هينفع على النون انفيسيف؟ سواء كان سباب سواء كان ايه ان اي بي بي في اي حاجه، لما يبقى الاف اي تو بتاعتي اكتر من 40 ل 60%. في ناس بتقول لك 40%، في ناس يعني بتستحمل لغايه 60، انا شايف 40% ده كويس قوي. تمام الكربون دايوكسيد تنشن اعلى من 60 65 اللي هو اسمه البرميسيف هايبر كابنيا، اللي احنا بنسمح شويه للبرميسيف هايبر كابنيا. تمام وان كان في ناس ما بتحبش البرميسيف هايبر كابنيا في اول 3 ايام في البري تيرمز علشان برضو الموضوع الانتراكرينيال هيموش، الابنياز ريكويرنج انترفينشن لو البيبي بيدخل في ابنياز ايا كان سببها خلاص، بس الابنيا ريكويرنج انترفينشن وهو على نون انفيسيف ده انديكيشن للي احنا نعمل ايه انتيوبيشن. او هيمودايناميك انستابيليتي، البيبي هيمودايناميكالي انستابل شكله بال بدي سيتنج كل شويه سيجنيفيكانت ايفورت، خلاص مش هنسيبه علشان انا ايه خلاص يعني راكب دماغي انا مش هعمل له انتيوب، ما فيش حاجه اسمها كده خلاص. طيب السؤال اللي بعده، البيبي خلاص شيفتد للان اي بي بي في وما استريحش خلاص فانتيوبيتد و وان دوز اوف سيرفاكتان جيفن، وكان القرار اللي احنا هنحطه على البي سي اي سي مود مش هنعمل له انشور، هنحطه على البي سي اي سي تمام شويه ونشوف. طيب الفولوينج ايه احسن بقى نحطه على اي سيتنجز؟ ايه رايكم نحطه على ريت 40 انسبيراتوري تايم بوينت 35 بي ماكس 24 وتايدال فوليوم 4 ام ال بير كي جي وبي ب 6، ولا احطه على ريت 40 انسبيراتوري تايم بوينت 35 والبي اي بي 16 والبي ب 6؟ تمام طبعا يعني انا مثبت الارقام علشان ايه الحته اللي انا عايز اقولها في السؤال ده. تمام طيب تقريبا يعني الثلثين اختاروا اللي احنا نحط البيبي على بي اي بي 16 وبي ب 6 بدل اللي احنا نحطه على بي ماكس 24 او تايدال فولي وتايدال فوليوم 4 وبي ب 6. طيب برضو هنا ما فيش صح وغلط زي ما قلت قبل كده خلاص، بس يعني انا طبعا هختار الايه تايدال فوليوم. التايدال فوليوم الفوليوم تارجتد فنتيليشن او الفوليوم جارانتي. تمام الفوليوم جارانتي دوت من الايه من اللانج بروتكتيف استراتيجيز، اللانج بروتكتيف استراتيجيز اللي احنا ما نديش البيبي نحط البيبي على بريشرز من غير فوليوم تارجت خلاص، الفي جي اللي هو الفوليوم جارانتي. طبعا الدكتور عبد اللطيف الله يكرمه اتكلم بالتفصيل على انواع الايه المودز كلها وعلى الفي جي والحاجات دي كلها، بس الفوليوم جارانتي اللي هو ايه اللي هو انا بقول للجهاز انا عايزك تدي للبيبي الفوليوم ده، الفوليوم ده اللي انا حاسبه اللي هو بيبقى كام من 4 ل 6 مللي بير كي جي، فانا حاسب هنا مثلا على 4 مللي بير كي جي اللي هو المينيمال الاقل حاجه خلاص 4 مللي بير كي جي. وخد بالك اللي احنا لسه مدين ايه سيرفاكتنت، بعد السيرفاكتنت ايه اللي بيحصل؟ بيحصل المفروض يعني ايه امبروفمنت في الايه في الكومبلاينس بتاعه اللنج. تمام فانت لو مثبت البريشرز انت ممكن تعمل انجري، ممكن تعمل باروتروما طبعا، وممكن تعمل فوليوتروما لما الكومبلاينس تتحسن، الفوليوم اللي داخل هيبقى ايه
هيبقى اكتر. ففكره الفي جي في ايه؟ فكره الفي جي انا بقول للجهاز اديني الفوليوم ده، تمام، التارجت فوليوم، الفوليوم اللي انا ظابطه اللي هو 4 مللي بير كي جي. هنا مثلا ده كان بيبي تقريبا وزنه جايز 2 كيلو الا ربع او حاجه، خلاص، بشرط ان البريشر بتاعي ما يعديش الايه البي ماكس، ما يعديش 22، البيب بتاعي 7، الريت 40، انسبيراتوري تايم 35، والاف اي 2 وات ايفر، تمام، والاسلوب برضو على حسب احنا ظابطينه عليه. طيب الجهاز هنا بيدي كام؟ الجهاز هنا علشان يديني التايدل فوليوم اللي انا عايزه، خلاص، اللي هو هنا التايدل فوليوم هنا 7.2، علشان يديني التايدل فوليوم ده اداني بي اي بي كام؟ 21. واحد انا ظابط 22 البي ماكس، هو اداني 21. يبقى البي ماكس انا مش لازم اوصل له، الجهاز ما بيوصل، مش لازم يوصل للايه؟ للبي ماكس، هو بيديني الفوليوم. وانس وصل للفوليوم بتاعي خلاص الحمد لله، خلاص ممكن يديني الفوليوم ده والبريشر البي اللي هو الميجرد بي اي بي 15 16 17 زي الفل. طيب انا ظبطه على مثلا 24 او حاجه، والبيبي كان بيوصل ل 24، ده معناها ايه؟ معناها ان البيبي محتاج، ماشي، لسه محتاج البريشر دي، لسه محتاج الضغط العالي ده علشان يديليفر الفوليوم، خلاص. ولما البيبي يتحسن هيبدا البريشر ده يقل بالتدريج، ده اسمها ايه؟ اسمها الاوتو ويننج، تمام، ده اسمه ايه؟ الاوتو ويننج، خلاص. فطبعا الفوليوم تارجت احسن، تمام، بكتير، وده من اللانج بروتكتيف ايه استراتيجيز، ودي اللانج بروتكتيف استراتيجيز. السي باب ان ديليفري روم زي ما قلنا، ما نسيبش البيبي ان سبورتد. الايرلي كافيين تريتمنت، تمام، في البري تيرمز دول، تمام، يعني تحت 30 اسبوع الاحسن ان احنا نبدا كافيين على طول، تمام، روتين لكل الاطفال. وبيتكلموا دلوقتي ان احنا ندي الكافيين في الدليفري روم، تمام، في الامبليكال فين، بيعمل ريسبيراتوري ستيميوليشن، خلاص، تحت 30 اسبوع المفروض ان هو ياخد. النون انفيسيف زي ما اتكلمنا، البروبر انفكشن كنترول طبعا علشان زي ما قلنا السيبسيز والايه والفنتليتور فنتليشن اسوشيتد نيومونيا. اتكلمنا على البيرميسيف هايبر كابنيا اللي هي لازم الكربون دايوكسيد ممكن اسمح له لغايه توصل 60 65 بشرط ان البي اتش 27. الهايبر اوكسيا انا مش عايز هايبر اوكسيا خالص، التارجت ساتوريشن بتاعي 91 95 مش اكتر من كده نهائي. الفوليوم جرانتي زي ما قلنا مهم جدا، وقلنا ان الفوليوتروما مور انجيريوس لللانج عن الباروتروما. والجود نيوتريشن طبعا في منتهى الاهميه، ديت برضو من النقط المهمه جدا، ان انت لو ما بتديش جود نيوتريشن للبيبي الويننج من الريسبيريشن، تمام، من الميكانيكال فنتليشن هيبقى ايه؟ هيبقى اصعب. طيب اخر حاجه، البيبي دلوقتي على ميكانيكال فنتليشن، التايدل فوليوم 4، البيب 6، البي ماكس 18، الميجرد بي اي بي، شايفين الميجرد بي اي بي 13 14، يعني البي ماكس ده الماكسيمم، مش معناها ان ده البريشر اللي البيبي بياخده. والريت 40، والاف اي 2 25، واكسبتد ورك اوف بريدنج، والكافيين ستارتد من اول يوم، والموست ريسنت بلاد جاز البي اتش 7 35، كربون دايوكسيد 50، الاكسجين 60، البايكارب 20. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ وبرده ما فيش صح وخطا، هل ننزل الريت ل 30، ننزل التايدل فوليوم ل 3.5، كيب ذا سيم سيتنج، اكستيوبيت ذا بيبي ونكونكت لل ان اي بي بي في، اكستيوبيت وكونكت النيزل سيباب، اكستيوبيت على هاي فلو نيزل كانيولا، تمام، مفيش صح وخطا، كله يعني ممكن لو احنا مثلا 3 او 4 واقفين على الحاله كل واحد يختار حاجه، مفيش مشكله خالص يعني. طيب يعني معلش احنا طولنا عليكم، فعشان كده بس هنحاول يعني نخلص. طبعا هنا يعني اغلبيه اختاروا keep the same setting ونعيد تاني البلاد جاز بعد 12 ساعه، وفي ناس قالت نقلل التايدل فوليوم ل 3.5، وفي ناس قالت ني اكستيوبيت على سيباب. زي ما قلنا مفيش صح وخطا، يعني انا بالنسبه لي هختار اللي انا هعمل طبعا اكستيوبيشن. يعني keep the same setting ليه؟ يعني احنا هنسيب السيم سيتنج ليه والبلاد جازز دلوقتي بتاعتي اكسبتد وبتاع؟ وهي ديت القصه، يعني البوينت برضو من السؤال ده اللي هي ايه؟ اللي هي الاكستيوبيت ولا اكستيويت؟ نعمل اكستيوبيشن ولا نصبر؟ الاكستيوباتابل ستيتس بتاعت البيبي ايه؟ كلينيكال ستيبل، البيبي كلينيكال ستيبل، البي اي بي بتاعه الميجرد بي اي بي تحت 18، والبيب تحت ال 6، الريت تحت 30، اف اي 2 تحت 35. يبقى لو الميجرد دي على الجهاز البيبي ده ممكن ايه؟ كان بي ويند. والمين ايروي بريشر تحت كام؟ المين ايروي بريشر تحت 10، تمام، ده لو على هاي فريكوانسي، والاف اي 2 تحت 35. الموستري والبلاد جاز البي اتش يبقى فوق 7.2، والكربون دايوكسيد تحت ال 60، ده قبل 12 ساعه من الايه؟ من الاكستيوبيشن. طيب لو جينا نشوف الكلام ده ونطبق الكلام ده على الايه البيبي السيتنجز بتاعتنا اللي فاتت، هنلاقي ان كل الكلام ده موجود اوريدي. يبقى البيبي ده ممكن دلوقتي نعمل له اكستيوبيشن ولا لا؟ زي ما قلت احنا لو واقفين 4 ممكن كل واحد يقول حاجه. طيب ديكريز التايدل فوليوم ل 3.5، هو المفروض ان التايدل فوليوم من 4 ل 6، بس احيانا في البري تيرمز، مع ان ده شويه اجينست الفسيولوجي، المفروض الديد سبيس في البري تيرمز بيبقى في الفيري بري تيرمز او في الاكستريم بري تيرمز بيبقى اعلى،
فالتايدال فوليوم المفروض ما يقلش عن 4، بس احيانا بيتحط على 3 ونص. ممكن يعني احنا عندنا في السنتر بتاعنا بننزل ل 3.5 مللي بير كي جي. ممكن زي ما قلنا ممكن نعمل اكستيوبيشن على النون انفيسيف على سيباب. الهاي فلو نيزل كانيولا زي ما قلنا تحت 32 اسبوع لا مش قوي بصراحه، يعني غالبا هيبقى محتاج سيباب. الفيلير ريت بتاع الهاي فلو نزل كانيولا تحت 32 اسبوع هيبقى اعلى برضو زي ما بقول مش غلط صح، وفي ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده، بس يعني الافضل يعني بالنسبه لي انا هحطه على سيباب لغايه 32 اسبوع، ولما اعمل اكستيوبيشن بدري قوي كده هحطه طبعا على نون انفيسيف على ان اي بي بي في. تمام، على ان اي بي بي في. اوكي طيب، هي ديت الايه ده يعني على النت في حاجه زي الكالكيوليتور للاكستيوبيشن سكسس تقريبا، دكتور اعتقد هندي اللي عامل الموضوع ده عامل ايه كالكيوليتور، يعني تحسب الايه السكسس ريت بتاع البيبي ده هيبقى عامل ازاي على حسب ايه، على حسب الجستيشنال ايج والايه الاكستيوبيشن دي اوف لايف الواد عمره ايه دلوقتي والساتوريشن الاكسجين ساتوريشن وحاجه اسمها ريسبيراتوري سيفيريتي سكور. تمام، الريسبيراتوري سيفيريتي سكور ده اللي هو الايه الماب فيه الاف اي او 2 والوزن والايه والبي اتش. فانا عملت مثال مثلا هنا، تمام، جيستيشنال ايج 26 دي اوف لايف 3 الاكسجين 25% والسكور 2.5 والوزن 777 والبي اتش 725، جاب لي السكسس ريت 57%. 57% تاخد الريسك، اخد الريسك خلاص. طيب هنا قصه الاكستيوبيت اور اكستيويت، الكلام ده في اوجست 2019 يعني ريسنت، هل نعمل اكستيوبيشن بدري ولا نستنى؟ يعني ايه بدري؟ بدري يعني في اول 48 ساعه، ليت يعني ايه بعد 48 ساعه. الفيلير يعني ايه فيلير؟ فيلير يعني احتاجنا نعمل ري انتيوبيشن within 7 days of extubation attempt. 7 ايام عملنا extubation وبعدين within 7 days البيبي ما استحملش ورجعناه تاني، ده اسمه ايه failure of extubation. يبقى الايرلي extubation في اول 48 ساعه. هنا الكومباريزون ما بين الايه ما بين حاجتين، الاول الفيلير ريت والتاني الكرونيك لانج ديزيز او البي بي دي البرونكوبالمونري ديسبلاجي، الانسيدنس بتاع البي بي دي والانسيدنس بتاع الفيلير. زي ما احنا شايفين في اول يومين الايه الفيلير ريت اقل من ايه من بعد كده والبي بي دي انسيدنس اقل. يبقى ايه لما نعمل اكستيوبيشن ايرلي الفيلير ريت اقل والكومبليكيشن اقل. خلاص طبعا هنا زي ما احنا شايفين ايه انا ده الفيلير ريت قل خالص او 25 10، ده حاجه زي الفل يعني لما اشيله لما اسيبه بقى ايه فنتليتد 10 ايام ولا اسبوعين وبعدين اشيل هيبقى زي الفل، بس شوف الايه الانسيدنس بتاع البي بي دي عامل ازاي فيري هاي. يبقى انت هنا يعني الانسيدنس تقريبا النص خلاص، فليه اسيب البيبي كل ده؟ لا اديله فرصته. خلاص هنا طبعا نفس النظام برضو الايه الانسيدنس بتاع البي بي دي والفيلير الفيلير ريت زي ما احنا شايفين في الايرلي اكستيوبيشن الفيلير ريت بتاعه اقل. دي الماركرز اوف سكسسفول اكستيوبيشن زي ما زي الكالكيوليتور اللي كانت من شويه دي، في حاجات تقول لك البيبي ده ربنا يسهل هيمشي، في يعني حاجات تانية تقول لا مش قوي، الابجر سكور البي اتش قبل الاكستيوبيشن السيتنجز اللي هو البيبي كان عليها. تمام زي ما قلنا الكربون دايوكسيد تنشن، هل في عنده هيموريج، هل في انتراكرينيال هيموريج، في عنده بي بي دي سوري بي دي اي، عنده سيبسز، فدي كلها ماركرز. بس برضه تراي يعني الايرلي اكستيوبيشن ده من المفروض اللي احنا نعمل ايه الترايل. نرجع مره تانية ودي اخر سلايد معانا معلش طولنا عليكم، اللي هي مين ريكومنديشن بتاعت برضه اليوروبيان جايد لاينز 2019 after stabilization. زي ما قلنا هنا الايه الميكانيكال فنتيليشن شود بي يوزد ان بيبيز وذ ار دي اس لما خلاص النون انفيسيف فيلد. لو هتستخدمه نستخدم الايه التايدال فوليوم تارجت التايدال فوليوم فنتيليشن. خلاص الوين ويننج نسمح به الهايبر كابنيا زي ما قلنا موضوع الهايبر كابنيا. الكافيين شود بي يوزد ايرلي. تمام هنا طبعا ممكن نستخدم الايه لو دوز او فيري لو دوز ديكساميثازون وده قصه مش هنتكلم فيها. الانهيلد كورتيكوستيرويد الانهيلد كورتيكوستيرويد برضو ممكن تتاخد في البيبي ات فيري هاي ريسك اوف بي بي دي، والانهيلد كورتيكوستيرويد من الحاجات اللي بتستخدم تمام علشان تسهل فاسيليتيت الاكستيوبيشن وكمان في البي بي دي، والمفروض ان السادس بتقول اللي هي ملهاش الافكاسي بتاعتها يعني مقبوله والسايد افكتس بتاعتها مفيش سيستميك سايد افكتس، بس لو ان المورتاليتي معاها بتزيد بس سببها ايه مش معروف. موضوع السيديشن طبعا برضو مش روتينلي يوز. خلاص تاني اللانج بروتكتيف استراتيجيز ما ننساهاش، واحنا كده خلصنا وشكرا لكم معلش طولنا عليكم. اللي عنده اي اسئله احنا دلوقتي هنفتح الصوت لاي حد عايز يعلق ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور محمد؟ محاضره ممتعه بصراحه، جزاك الله خيرا. اياكم الله يكرمك. اتفضلي. عندي كونفليكت في حته الديليت كورد كلامبنج في البري تيرم بيبي وين النيد فور ريسوسيتيشن.
يعني البيبي اللي حضرتك قلته ده كان 26 ويكر وكان ما فيهوش بريذنج، فازاي انا هستنى دقيقه ومش هبتدي الريسستيشن بتاعي؟ تمام. زي ما قلت لك، هو يعني موضوع الديليت كورد كلامبنج ده دلوقتي هو الستاندرد اوف كير. البيبي وهو لسه اوريدي يعني واصل بالبلاسينتا، ستيل البيبي واصل بالبلاسينتا اوريدي، مفيش بريذنج، يبقى ما حصلش لسه الاكسترا يوتراين ترانزيشن او ترانزيشن للاكسترا يوتراين لايف، خلاص ما حصلش لسه الترانزيشن ده، ما حصلش اساسا خلاص. فعلشان كده البلاسينتا هي لسه واصله اوريدي، تمام، البيبي لسه واصل للبلاسينتا اوريدي خلاص. فعلشان كده احنا مش خايفين، يعني المفروض ان في بيحصل برضو ايه جاز اكستشينج. فهي دي فكره الايه الديليت كورد كلامبنج وفكره الفسيولوجيك بيسد كورد كلامبنج. وزي ما قلت لك دلوقتي هو الكلام برضو على موضوع ايه، على موضوع الريسوسيتيشن وذ انتاكت كورد. اللي احنا نعمل ريسوسيتيشن اصلا الريسوسيتيشن تيبل تبقى جنب الام في نفس ترابيزه الام، يعني في نفس الترابيزه بتاعه الام نعمل ريسوسيتيشن. هل الكلام ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش يعني ما اكدبش عليك خلاص. البيبي لو نوت بريذنج اوريدي، يعني حتى دكاتره النساء مش هيستنوا، فاهمه يعني؟ خلاص البيبي نوت بريدنج، هم بيقطعوا على طول وبينقلوا البيبي ونبدا نشتغل عليه. بس الكلام الساينتفك يعني المفروض ان احنا نستنى ونعمل وبرده ديليت كورد كلامبنج في الحاله دي. دكتوره اسماء شكرا ليكي، دكتوره حنان شكرا، دكتور مجدي هاو تو الباي بيب اشتغلت عليه؟ يعني انا عايز اعرف برضو احنا بنظبطه ازاي، مش قادره افهمه الفرق بينه وبين النون انفيزيف. لو انا هظبط ريت، هو بس الفرق ان البي اي بي هيبقى اقل شويه. زي ما قلت لك الباي باب يعتبر الابديت بتاع السيباب، يعني يعني جايز الافيكاسي بتاعته او الاوتكم بتاعه اعتقد هيبقى اقل من النون انفيزيف. يعني ممكن نعتبر لو هنمشي زي ايه، زي ستيب وايز كده، فانت بتتكلمي على السيباب ده رقم واحد، وبعدين الباي باب تمام، وبعدين الايه النون انفيزيف اللي هو الان اي بي بي في، وطبعا الايه الهاي فلو مش تبعنا دلوقتي ما بنتكلمش عنه. فانا قصدي ان الباي باب ما بين السي باب وما بين الان اي بي بي في، الان اي بي بي في اعلى من الباي باب. يعني دايما لما تحصل مقارنه بيحصل مقارنه اساسا ما بين الباي باب النيزل باي باب طبعا انا بتكلم تمام مع السي باب مش مع النون انفيسيف. النون انفيسيف يعني شويه اعلى من الثاني. دكتور مجدي بيسال هاو تو وين الهاي فلو نيزل كانيولا. زي ما قلت احنا بنبدا بالفلو ممكن يبقى من 1 ل 8 تمام. انت لو بادي على هاي فلو على مثلا على 7 على 6 تمام، بتبدا توين بالتدريج as long as البيبي از ستيبل والاف اي تو بتاعك 25 لتحت. يعني دايما لو الاف اي تو اعلى من 25 انزل بالاف اي تو الاول، ده اساسي في اي مود في اي حاجه. لو الاف اي تو بتاعك 25 اند ليس هنبدا ننزل بالايه بالفلو جرادوالي، ممكن واحد تمام كل 12 ساعه كل 24 ساعه على حسب حاله الايه على حسب حاله البيبي، لغايه ما توصل ل 2 لترز. بعد ال 2 لترز خلاص تمام، يبقى كده ايه ممكن نقلبه. عايز تقلبه على لو فلو نيزل كانيولا ماشي، عايز تقلبه على امبيانت ماشي، عايز تقلبه على روم اير ماشي تمام. طيب في حد تاني عنده اسئله؟ احنا كده جاوبنا على الاسئله اللي في الشات. في اي حد عنده اسئله؟ طيب شكرا جزيلا ليكم، معلش احنا خدنا ساعتين كفايه قوي كده، جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.